طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في الجلسة لورشة العمل لمجموعة جمعية محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السودانيين بدولة قطر سيباك، ومجموعة الباحثين السودانيين أو مؤسسة الباحثين السودانيين. ويشرفنا اليوم إنه يكون الموضوع بتاعنا موضوع مهم جدا بالنسبة لأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا الخريجين في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات أو نظم المعلومات والاتصالات. أسئلة كثيرة جدا بتورد من الشباب الصغار، سواء كان عاوزين يحددوا المسار الوظيفي بتاعهم، لو دارين يمشوا في الأكاديمية والريسيرش، ولا دارين يمشوا في الشغل الاحترافي، وكل زول بيديهم. فنحن لله سعيدين جدا حنستضيف ان شاء الله عدد من الخبراء. دكتور احمد عبد العزيز، مستشار الشبكات المفتوحه، المهندس ابو سين حمد، مستشار اداره تقنيه المعلومات، المهندس مصطفى جعفر، مستشار امن المعلومات، المهندس محمد الخير، مستشار تطوير النظم، والمهندس محمد الخاتم، مستشار النظم الامنيه. وانا معكم انور فتح الرحمن احمد رفع الله، استاذ مساعد لعلوم الحاسب الالي، ومؤسس مجموعة الباحثين السودانيين. فإن شاء الله هنبدأ نحن بتعريف بسيط، شير الشاشة ل هيبدأ محمد الخاتم. محمد، هل موجود؟ ايوه نعم موجود. يا ريت لو شغلت الكاميرا بس. ما هي جمعية محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السودانيين بقطر؟ تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. جمعية الاتصالات السودانيين بقطر انه نحن مجموعه من الشباب بدينا النشاط بتاعنا في 2016 او نهايه 2016 بدايه 2017، وفيشلي بدات نشاطها في 2019. خلال الفتره دي الرؤيه بتاعتها هي مساعده المحترفين معلومات واتصالات، يعني على اساس انه تقدر تحدد لهم المسار بتاعهم او مساعدتهم في ايجاد الوظائف او كده، او تحديدا في انه البلد محتاجه لشنو، انه انت ممكن تعمل شنو. ثانيا، الاهداف بتاعتها انه رفع المستوى العلمي والمهني لمختصي تقنيه تكنولوجيا المعلومات ومعرفه العدد الحقيقي للسودانيين اللي موجودين في قطر مختصين في المجال ده، والاستفاده من الكفاءات السودانيه وطبعا انه كانوا في قطر او في اي مكان ثاني. وكذلك المساهمه في بعض الدراسات في تخطيط ودراسه حاجه السودان المستقبليه، اللي هي بعض المشاريع اللي هي بتحتاج لخبراء او مستشارين، اذا كانت مشاريع حكوميه او بتخص المواطن تحديدا. يعني تشجيع المبادرات الثقافيه كذلك من اهدافها، والاجتماعيه يعني على اساس الناس يكونوا تحت امبريلا واحده تخدم الجميع. يعني بالنسبه الحاجات اللي اتعملت من بدايه الجمعيه الى الان، انه عملنا اكثر من 5 ورش عمل في المجال، اذا كان في تحديد المسار، اذا كان في ورش عمل مختصه في مجالات معينه، اذا كان في مايكروسوفت او في السايبر سيكيورتي او في كان في الفيزيكال سيكيورتي. عملنا برضو بعض الدورات، و دورات على المستوى على اللونج تيرم وعلى الشورت تيرم. على اللونج تيرم عملنا، على الشورت تيرم عملنا مثلا دورات اللي هي مطلوبه في السوق حاليا زي الاي تي اي ال وما شابهها. وعلى اللونج تيرم عملنا دوره، نظمنا دوره من بعض الشباب اللي موجودين هنا في قطر وليهم باع في المجال، انه عملنا ورش عمل، وفي نفس الوقت على اللونج تيرم عملنا دوره تقريبا لما يقارب الشهرين، وفعلا خرجت مجموعه متميزه من المختصين في مجال السايبر سكيورتي. فدي على عجاله الانشطه اللي هي نحن عملناها في دوله قطر والى الان. يعني
شكرا جزيلا باشمهندس احمد الخاتم. احنا الان يا اخواننا نمشي للتعريف بالناس البانليست او الناس اللي حيكونوا في المنصه. عنوان الورشه هي ورشه خارطة الطريق لخريجي وشاغلي وظائف نظم المعلومات والاتصالات. حنغطي في الورشه دي المحاور التاليه: من اين نبدا؟ الفرص المتاحه شنو؟ التحولات التكنولوجيه ومتطلباتها، الشهادات الاحترافيه ولا دراسه الماجستير؟ وده سؤال طبعا زي ما شايفين الصوره بتبين مفترق طرق، يعني امشي يمين ولا امشي يسار. فهنبدا بالتعريف. انا اسمي نور فتح الرحمن احمد دفع الله، استاذ مساعد علوم الحاسب الالي، مؤسس مجموعه الباحثين السودانيين، عضو المكتب الاستشاري لجمعيه محترفي تقنيه المعلومات والاتصالات السودانيين في قطر. الكارير بتاعي بديت انا حياتي كويب ديفلوبر، يعني من ايام انا شغال طالب في الجامعه. و اخترت انا من البدايه من ايام الجامعه اخترت انه والله انا امشي في اتجاه البحث العلمي، ولذلك واصلت طوالي في الماجستير وبعد الدكتوراه. في الطريق اشتغلت يعني شغل بتاع اي تي تكنيكال سيرفر ادمنستريشن، واخذت دورات مختلفه وكده، لكن بلقى نفسي انا في البحث العلمي وفي التدريس والحاجات دي. فدل والتدريب ده الموضوع اللي انا مبسوط منه جدا ويعني متصالح معاه، وبكون ماشي يعني بشوف التكنولوجيات بتتقدم وبتمشي، والناس بتاخد في رواتب كبيره تكنيكال، الناس السيسكو سي سي اي اي وغيره وغيره، لكن انا مبسوط بالحاجه اللي بعمل فيها انا ده. فدي كل واحد في الناس البانليست هيقدم نفسه وهيوري الكارير بتاعه مشى وين، وصل في الحته اللي هو فيها كيف، وبعد ذاك هنشوف في المستقبل. فدكتور احمد عبد العزيز اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. في البدايه نشكر الباحثين السودانيين ومحترفي تقنية المعلومات في قطر على الاستضافة، وإن شاء الله يعني نقدر نفيد في اللقاء ده بإذن الله. أنا الدكتور أحمد عبد العزيز، درست الماجستير والدكتوراه في جامعة يو إم في ماليزيا، وتخصصي كان في الشبكات، بالتحديد كده في الشبكات المعرفة بالبرمجة Software Defined Network، وشغال تقريبا في المجال ده اكثر من 9 سنوات الان. والمجال صراحه يعني مجال واعد، ان شاء الله هنتكلم عنه في اللقاء ده بصوره موسعه. بديت الشبكات تقريبا من 2007، درست في الهند السي سي ان اي والسي سي ام بي، وبعد ذاك اشتغلت في مجال الشبكات في مجال البرمجه ايضا في الدوت نت وغيرها. لكن من 2013 تقريبا بديت رحلة البحث العلمي في مجال الشبكات المعرفة بالبرمجة. في 2017 تم اختياري كسفير لمؤسسة الشبكات المفتوحة في سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المؤسسة المعنية بوضع الاستاندر أو المعايير للشبكات المعرفة بالبرمجة. من 2017 تقريبا شغال في أكثر من مشروع ومشاريع ضخمه جدا اتطبقت في اي تي ان تي وفي كومكاست وفي تليفونيكا في مدريد، وعملت مجموعه من المحاضرات في قطر وفي الامارات وفي البحرين، اخر لقاء كان في البحرين في السعوديه بين المملكه العربيه السعوديه، ونظمت مجموعه من الدورات ايضا في السودان هنا، ولي تعاون ايضا مع بعض المراكز في ماليزيا، مراكز البحثيه في المجال. شكرا جزيلا دكتور احمد. مهندس ابو سين تفضل. السلام عليكم، طول للباحثين السودانيين ولسباق لتحت الفرصه، ان شاء الله ربنا يوفقنا نقدر نشارك بعض من عندنا للاخوه. انا حقيقه قد اكون حالتي كثير من حاله الشباب الموجودين، لانه بديت كان تكنيكال وبعد ذاك عملت شيفت لمانجمنت، مرت على ديفرنت بوزيشن خلال الرحله دي، والخلفيه حقتي الباك جراوند مينلي في السيرفيس بروفايدر، بنشتغل كنا من السيرفيس ديزاين، السيرفيس اوفرنج، السيرفيس اركيتكت، هاو تو اوبريت السيرفيس وهاو تو سيل السيرفيس للكلاينت. اشتغلنا في جفرمنت بروجكتس، في برايفت بروجكتس، في الهيلث كير اندستري وديفرنت سيكتورز، وكانت مالتي ناشونال بروجكتس. كنت اي واز لاست جوب فور مي كان في شركه ميزا سيرفيس بروفايدر، كنت كلاينت بورتفوليو اباوت 600 مليون، وحاليا شغال في سيرفيس مانجمنت والاي تي بروسيسز والايزو. ممتاز جدا. نيكست الباشمهندس مصطفى جعفر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل المتابعين، شكرا على التقديم الرائع دكتور أنور. أنا مصطفى جعفر عبد الله، أنا خريج هندسة كمبيوتر. أنا بعمل الآن يعني كخبير قسم معلومات في حكومة قطر. اشتغلت في حاجات أكاديمية وبروفيشنال يعني في نفس الوقت. أول ما تخرجت، أنا تخرجت من كلية كمبيوتر مان اللي هي الآن جامعة المستقبل. اشتغلت زي فترة السنة كده كمساعد تدريس بعد التخرج منها، فارقت الدرب الأكاديمي واستمريت في الشغل التكنيكال يعني كده. اشتغلت في حاجات مختلفة يعني في السودان. اشتغلت في شركة اسمها اي فاي، هي كانت متخصصة بأنظمة المراقبة والفيزيكال سيكيورتي وكده. بعديها برضو اشتغلت في بنك الضمان الوطني. في البنك أخدت زي 5 سنة، لكن كانت مفيدة جدا موضوع التريننج. واشتغلت يعني في كسيستم ادمنستريتر، بتشتغل كنتورك ادمنستريتر وبتطبق حاجات السيكيورتي كلها. ففي السودان أخدت خبرة كويسة، خاصة إنه ما في حاجات الدعم الفني اللي بتوفر للناس برا. يعني دي حاجات لقيناها بعد ما طلعنا برا، بتلاقي إنه عندك صبات من مايكروسوفت، من في أم وير، من الشركات الكبيرة، لكن في السودان نسبة للحصار اللي كان قايم، فما كان في طريقة يعني تحل مشكلتك أنت بنفسك. يعني لازم تجتهد وتدرس عشان إنك تلقى حل المشاكل كده. بعدها اشتغلت في شركة خاصة في السعودية اللي هي شركة نجم خدمات التأمين. منها دخلت في مجال السكيورتي وبرضه شغل الادمن يعني. وجيت اشتغلت في قطر بعديها، بعد ما يعني قضيت 5 سنة في السعودية برضه. فخبرتي بقت متراوحة بين 3 بلدان، فكل حاجة بخبرة مختلفة يعني. شكرا لكم. شكرا جزيلا باشمهندس مصطفى. باشمهندس محمد الخير، تفضل. السلام عليكم، تحية للجميع، وشكرا حقيقة على المبادرة دي، وأشكركم جدا برضو على الاستضافة. أنا محمد الخير النور، بدأت الموضوع من زمان يعني هاوي، تمام، من خريجين الهند. قضيت فترة بتاعت 4 سنين تقريبا إلى 5 سنين في الهند، اتخرجت علم كمبيوتر ساينس. وبعدين كان سنة تقريبا كنت يعني قضيت وقت مع الدورات اللي هي الفاست تراك دي، دورات الشهرين 3 شهور، شهر CCNA، مايكروسوفت، جينيفر. بعديها والحمد لله بديت، وأنا أصلا كنت شغال يعني في وزارة الدفاع القطرية، كان التحقت مباشرة بعد استلامي الشهادة والتخريج بمشروع درع الوطن الحمد لله. وكانت فرصة ممتازة جيدة جدا جدا، لأنه أنا كنت أخش في تشالنج كبير جدا من بداية الطريق، وتحدي بتاع ملتقى يعني مشروع، لكن عبارة عن ملتقى بتاع جنسيات متعددة، خبراء، تكنولوجيا جديدة حصرية. واغلب الشغل اشتغلته هناك اللي هو نتورك، تمام. بعديها قضيت معهم 10 سنين الحمد لله. بعد كان عندي الرغبه ملحه وشديده جدا جدا بانه انا التحق بالعمل المدني، بالذات الموضوع بتاع اللي هو البيزنس. واشتغلت في السوق القطري، اشتغلت برضو اول ما بدأت في السوق القطري بدأت بالمشاريع اللي هي بتاعت النتورك، بدعم كبير حقيقة من الباشمهندس حاتم، هو رجل أستاذ كبير معانا برضو في المجموعة. اشتغلت فترة ولتحولات في السوق ولدراسة عميقة برضو، جاءت الرغبة إنه أنا أتحول للمجال بتاع السمارت أبليكيشن ديفلوبمنت، تطوير الأبليكيشنات بالنسبة للآي أو إس، بالنسبة للأندرويد. والحمد لله حقيقة توفقت في المجال ده، توفيق كبير من رب العالمين. وتفاجأت أنا ذاتي إنه المجال كان تقريبا السوق كانت جديدة، فالمجال فاتح الحمد لله، وشغالين يعني ومستمرين وما زلت شغال. في السنتين الفاتوا الأخيرات ديل حولت تحول بسيط اللي هو من يعني مطور وعندي تيم
إلى ريادة الأعمال، لأنه التحمت كثير بالمشاريع بتاعت العمر اللي عندي واكتشفنا حاجات كثيرة في السوق. فحاليا برضو هو ماشيين مع ريادة الأعمال، بنحاول من فترة لفترة create a new idea ونشوف الفرص الموجودة في السوق، بنحاول نقتنصها بقدر الإمكان. بارك الله فيكم وأشكركم جدا جدا، تحياتي إن شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس محمد الخير. وأخيرا وليس آخرا، المؤسس أصلا بتاع مجموعة سيباك المحترفين وخبير مستشار النظم الأمنية، باشمهندس محمد الخاتم، تفضل. أعمل أم ميوت لو سمحت أحمد. أيوة. أنا محمد الخاتم عبد القادر جيلي، تخرجت من كمبيوتر مان جامعة المستقبل حاليا في سنة 2005. أنا ومصطفى دفعة يعني، تخرجت من 2005 واشتغلت في شركة، التحقت بشركة جيت نت اللي هي كانت إنترنت سيرفيس بروفايدر، الكلام ده في 2006 تقريبا. بعديها سافرت للهند، ويعني خلال الشغل نفسه بديت الشغل كان زي 6 شهور أو 7 شهور، ولقيت أنا محتاج إنه أنا أقدر أبدأ بداية صحيحة بإنه أبدأ بكورسات معينة اللي هي كان في باكج كده اللي هو MCSE وCCNA ولينكس والكورس بتاع الصيانة. فنحن كنا في الجامعة أو بعد الجامعة تحديداً كنا بنسمي السفر للهند هو السيمستر 11، بحيث أنه تمشي تقدر على تبدأ بدايتك الحقيقية بالنسبة للشغل. أنا كنت في البداية لما نزلت في الشركة كنت نزلت تريننج وأز نتورك انجينير، وصراحة لقيت إنه أنا ما يعني الناس اللي تخرجت يعدوب وحاسة نفسها إنه هي بعيدة من السوق، برضو كل الناس بدأت كده. ف يعني 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 نحن الحاجة اللي قريناها في الجامعة حاجة، والجين اللي واجهناه في الشغل أو لقيناه، مع إنه كمبيوتر ما مصنفة كان تقريبا الكلية الأولى في مجال الكمبيوتر في السودان. ف اجتهادات شخصية مع مساعدات من بعض الزملاء في الشغل اللي هو في فترة التريننج دي، قدرت أعمل كاتش اب لبعض الأشياء، وفي بعض الأشياء اللي هي محتاجة لابات أو غيره المفروض إنه أنا يعني أقدر أحسن نفسي فيها بصورة أكبر يعني. أو منها بديت رسمت مسار على أساس إنه عاوز أمشي في المجال بتاع النتورك وفي نفس الوقت بتاع السبورت. أنا صراحة بحب إنه يعني السبورت نزول، يعني حاسس نفسي بإنه زول صبور، وممكن الناس يعني اسمع اكبر قدري من الناس ممكن، عشان كده حاولت ان انا اقدر امشي في التراك بتاعي، ان انا اقدر اكون في السبورت، اقدر اسمع الناس اكثر. فمشيت اخذت لي زي 5 شهور تقريبا اكتملت الكورسات دي كلها، وجيت راجع وصلت في جيت نت بعديها. ده الكلام ده لحد 2007 تحديدا، في بدايه 2007 عملت كارير شيفت للسبورت اللي هو الشغل اللي أنا بحبه أصلاً، أو نهاية 2009 حصلت كان مشكلة في الشركة وقفلت في السودان وجيت على قطر هنا. من 2010 لحد 2013 كنت شغال عمل خاص يعني لحد يعني جيت هنا يعني مثلاً زي ما الناس بتحكي يعني بصورة يعني خاصة، لأنه أنا أهلي هنا موجودين أو أخوي تحديداً. ففي الفترة دي تحديداً قدرت إنه أعرف السوق إنه محتاج شنو، إنه بحاول بدقش براي إنه مثلاً شغل بتاع نتورك، شغل بتاع مينتنس، شغل بتاع غيره، إعلانات في الجرايد، إعلانات في المواقع نفسها. أنا مثلاً بعمل كده وبعمل كده وبعمل كده، ده برضو من الحاجات الشباب المفروض ينتبهوا لها، بإنك أنت ما تقف، حاول يعني جود حاجة واحدة وانطلق بيها، يعني إذا كان فريلانس إذا كان غير إذا كان غير. لحد ما الحاجة دي كان كلها مرتبطة ب ب ب يعني في 2013 ابتديت كخبير في الحكومة القطرية برضو في المجال بتاع الأنظمة الأمنية تحديدا، الشغل بتاع السكيورتي سيرفيلانس والشغل بتاع الأكسس كنترول،
في جهه هي اللي بتنظم شغال في جهه هي اللي بتنظم العمل ده باعتبار انه هو له قانون معين والزام لجهات معينه بانه لازم انه يكون عندها النوع من الانظمه دي. فمن 2012 تحديدا برضو خدت لي عوده للهند، عملت فيها بعض الكورسات مثلا زي الفي ام وير على اساس انه انا اكون ابديتد مع السوق، السوق محتاج شنو ازول المفروض انه على اساس انه يعمل طوالي. 2012 عملت 2012 قبل الوظيفة في الحكومة القطرية اشتغلت في مشيت للهند عملت الـ ITIL ودي كانت من الشهادات الجديدة الوقت ده أو نوع من الـ كان بيسموها من البرستيج سيرتيفيكيت، يعني أنت عندك معناتها يعني لسه ما كانت بنفس الراوينج اللي عليها حاليا يعني. وبالإضافة للفي ام وير بالإضافة عملت أبديت للسي سي ام بي والأشياء دي. لما جيت بديت هنا انا اصلا كان عندي سوليد باك جراوند عن الشغل بتاع سكيورتي تحديدا في السكيورتي سيرفيلانس، و قدرت اواصل يعني ابتداء من مشروع التخرج كان اسمه سكيورتي يعني رود سيرفيلانس رود مونيتورينج، كان المشروع بتاع التخرج بتاعنا في الجامعه وكان برضه هو ريليتد بالكاميرات والسرعه العربات والرادارات والاشياء دي، والحاجه دي ساعدتني كثير يعني ساعدتني في انه انا كان عندي باك جراوند كويس عن الموضوع. ولما جيت بديت بدايه صحيحه في الشغل بتاع اذا كان الاستشارات اذا كان القوانين سن القوانين اذا كان الستاندرد المفروض انه الناس تضعه ليه هنا، وما زلت لحد تسي مواصل في الموضوع يعني الحمد لله يعني 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 لقيت نفسي في الشغل بتاعي تحديدا ان انا ماشي في الشغل ده كل مره بطور وغير. شكرا لكم. شكرا جزيلا باشمهندس محمد الخادم. هننتقل طوال احنا للمحور الاول، من اين نبدا يعني اختيار التخصص الدقيق؟ انا زول بتاع تقنيه معلومات دخلت سواء كنت والله دخلت كمبيوتر انجينيرينج كمبيوتر ساينس اي تي دخلت لايبرري انفورميشن سيستم دخلت مانجمنت انفورميشن سيستم في اسماء كثيره جدا واسي بيجت في تخصصات دقيقه بتدرس على مستوى الجامعه النولج مانجمنت والجي اي اس وغيرهم يعني حاجات متخصصه جدا جدا. لكن الواحد لما يطلع من الجامعه اول ما يطلع برا لسوق العمل بيصطدم بانه والله يا اخي أنا الحاجات العارفة دي ما هي الحاجات المطلوبة في سوق العمل. وأنا عشان أعمل إكسرسايز عمل الموضوع ده حوقف الشاشة وأشير لكم شاشة ثانية. دخلت مثلاً أنا قبيل قلت يا أخي أنا داير أشتغل في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي في السودان، يعني كتبت في المحرك بتاع البحث قلت يا أخي أنا داير UN job في السودان في الآي تي. فدي النتائج كان لقيت لي زي كم عدد من الـ من الـ من الجوبس مختلفة لكن ركزت على بتاع الاي سي تي بس، يعني اي سي تي اسمه اسيستنت في منطقة القضاري في السودان والى اخره. فهنا ده بنقدر نيجي نشوف الحياة المطلوبة انه والله يا اخي الايديال كانديديت بتاعنا شكله كيف، انه والله يا اخي الزول ده جراديويت اوف اي سي تي اللي هو انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي اي واحدة تقنية معلومات او اتصالات وبيكون ولا كمبيوتر ساينس ولا ريليتد فيلد. الريليتد فيلد ده يا اخوانا داخل فيه حتى الادارة بالمناسبة، الناس اللي بيكروا في الاي تي في اداره الاعمال بيتخصصوا في المانجمنت انفورميشن سيستم ديل برضو ما بيعتبروا انهم دخلوا كليه الاداره من وجهه نظر بتاعت اي تي، بيعتبروا انه ريليتد فيلد للمجال ده. يعني انت بتاع كمبيوتر ساينس والكمبيوتر انجينيرنج هتيجي تنافس مع ناس الاداره برضو في الجوب ده المطروح ده الجوب الجميل بتاع الامم المتحده وغيره. ف نختار التخصص ده يعني البدايه بتاعتنا تكون كيف، والكلام ده انا بحيله للخبراء وهنبدا برضو بنفس التسلسل يعني كل واحد فينا حيجاوب لنا اللي هو الاختيار بتاع الكارير باث من الدعم الفني وإدارة خدمات تقنية المعلومات سيرفيس ديسك. الناس اللي عندهم كارير في المجال ده من الحضور هنا ده إدارة الشبكات إدارة المقدمات السيرفرز إدارة أنظمة وشبكات التخزين وأمن المعلومات تطوير البرمجيات والكلاود السحابية. فرجاء كل واحد منكم يا أخواننا يدلو بيدلو في الموضوع. هنبدأ برضو بالترتيب بتاعنا. أحمد عبد العزيز تفضل. دكتور أحمد اعمل ميوت. طيب حقيقه في المجال بتاع الشبكات يعني الكل عارف انه حصلت طفره كبيره في الفتره الاخيره،
لكن لو جينا نسقط المجال بتاع الشبكات باعتبار انه هو تخصصي للبحث عن وظيفه، فبيتطلب انك انت تفهم المجال بتاع الشبكات، او ممكن احنا نقسم انواع الشبكات لثلاثه انواع حسب اللي هو الاليه بتاعت انك انت تلقى وظيفه في هاته مؤسسه. ففي الشبكات عندنا الكلاود نتورك، وعندنا الانتربرايز نتورك، وعندنا الاكسس نتورك. في الكلاود نتورك الناس كلها عارفه انه في الببليك كلاود، والببليك كلاود كلها عندها سيرتيفيكيت بتبدا من الاسوشيت ليفلز، وبعد ذاك انت بتمشي في المجال اللي انت عايزه. والكلاود برضو بيعتمد على وجود الشخص في الدوله، يعني مثلا الناس الموجودين في الامارات الازور كلاود خلاص سيرتيفيكيت بتكون هي افضل، لانه كل الشركات هناك بتاخذ من مايكروسوفت ازور. الناس الموجودين في قطر جوجل هي الافضل، الموجودين مثلا في البحرين اي دبليو اس ايضا واسعه الاستخدام في المملكه العربيه السعوديه. فمجال الكلاود هو بيتوقف على الحته اللي انت فيها، واكيد برضو بتوقف على رغبتك انت. في مجال الكلاود في نوعين من الكلاود، في البابليك كلاود والان اصبح واسع الاستخدام وفي يعني طلب كبير، وفي البرايفت كلاود او ممكن نحن نسميها الكلاود نيتف. والكلاود نيتف هي تكنولوجيا جديده جات بتستخدم انظمه زي الاوبن ستاك والاوبن نوبيلا، وتستخدم المايكرو سيرفيسز الكنترولايزيشن وكده، وده برضه من المجالات الواعده، وصراحه الناس الشبكات ما قاعد يتطرقوا له، ومتوقعين انه في المستقبل القريب انه معظم الكلاود تتجه للكلاود نيتف ابروش. النوع الثاني من النتورك هو الانتربرايز نتورك، والانتربرايز نتورك بنقصد بها شبكات المؤسسات الضخمه اللي بتكون عندها فروع زي البنوك وبعض المؤسسات الحكوميه وبعض الشركات اللي عندها فروع في دول مختلفه، دي بسموها الانتربرايز نتورك. ودي التخصص فيها بيكون في الشهادات تحت الشركات المشهورة زي سيسكو والهواوي، إنه CCNA وCCNP إنتربرايز في المجال ده. فالواحد إذا كان حاب إنه أو شايف إنه هو ممكن يعني يلقى فرصة في السيكتر ده، فبتبقى المجال بتاع السيرتيفيكيت ده هو الأفضل. النوع الثالث هو الأكسس نتورك، والأكسس نتورك هي الشبكات الخاصة بالسيرفيس بروفايدر، سواء كان هو تيليكوم أو سواء كان هو موبايل اوبريتر او سيرفيس بروفايدر عادي، يسموها الاكسس نتورك. ودي برضو عندها تخصصات وعندها شهادات شركات زي جنوب وغيرها اللي بتوفر الديفايسز للمؤسسات. فبيبقى الواحد بيختار انه هو عايز يشتغل في مجال الكلاود نتورك ولا انتربرايز نتورك ولا في مجال الاكسس نتورك. لكن صراحه في العشر سنوات الاخيره حصل نقله كبيره جدا في الاكسس نتورك بالتحديد، يعني حصل ري اركتكت للأكسس نتورك، وجاءت تكنولوجيا جديدة زي الـ SDN والـ NFV، والتكنولوجيا دي حتسقط على الـ Enterprise Network وعلى الـ Cloud Network في القريب العاجل. والتكنولوجيا حقيقة جاءت وغيرت مفاهيم كثيرة جدا كانت أساسية في مجال الشبكات. بدأت الـ Software Defined Network بالفصل بين الـ Control Plane والـ Data Plane، وخلت الـ Network Programmable، وده صراحة خلى الناس اللي كانوا يشتغلوا في مجال الشبكات إنه لازم يتجهوا لإنه يتعلموا البرمجة. لكن صراحة في الثلاث سنوات التغيير ده زاد وأصبح تغيير كبير، ممكن نقول عليه 360 درجة، بإدخال لغات برمجة خاصة للشبكات. الكلام ده ممكن الناس أول مرة يسمعوا، الآن في لغة خاصة بالبرمجة في مجال الشبكات اسمها B4، والB4 هي الآن لغة معتمدة من كثير جدا من الشركات، اللي هو اختصار اصلا B4 هو بروجرامبل باكيت بروسيسنج اندبندنت باكيت بروسيسنج. واللغه دي هي اللغه الدومين سبيسيفيك لانجويج، بتعمل بها بروجرام للديفايسز بتاعك، لانه الطريقه القديمه اللي كانت شغاله بها الديفايسز انه نحن بنسميها الفيكس فانكشن تشيبس او الفيكس فانكشنز او الاب تو داون، بمعنى انك انت لما مثلا تتعامل مع ديفايسز معينه، الديفايس ده بيكون سبورت لبروتوكول معين، وظيفتك انك تعمل كونفيجريشن للبروتوكولز. لكن يجيبوا لك ديفايس يقول لك خلي الديفايس ده سبورت لبروتوكول معين، ده هو الشيء الجديد ده من خلال البروجرامينج لانجويج تحت B4. عشان كده النقله صراحه هي نقله كبيره. بصوره عامه المجال بتاع الشبكات متجه
للبروجرامين، وبنلقى الكلام ده برضه في حتى الفيندرز زي سيسكو زي هواوي الان عملوا تراك خاص بالنتورك بروجرامين زي الديف نت بتاعت سيسكو، برضه فيها مستويات مختلفه، وده برضه من المجالات انا اتوقع انه يكون مجال واعي جدا في مجال الشبكات. ايضا هواوي عندها شبكات شهادات في مجال السوفت وير ديفاين نتورك، وكذلك جنوبر. ف ده بصوره عامه عن المجال بتاع النتورك، اذا انت عايز تختار مسار تختار واحد من المسارات الثلاثه اللي انا حددتها. كلام جميل جدا. طيب لو انت خريج وعندك رغبه في الشبكات وما فاهم دكتور احمد ده كان بيقول في شنو، فما في مشكله، اتس نيفر تو ليت. كل لما تخرجنا من الجامعه كان والله يا اخي الواحد فينا داير وداير 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 وما عارف يمشي في الاتجاه، مصطلحات كثيره وتكنولوجيز وبروتوكولز والى اخره، لكن كويس انه الورشه دي ان شاء الله هتكون بدايه على اساس انه تتواصل مع دكتور احمد، تشوف الجروبات بتاعته، تشوف التريننج بتاعته اللي بيقدمها، ويقدر يعني ياخذك بيده في الاتجاه اللي تدايره. فنمشي للمجال الثاني اللي هو دعنا نعرف من اين نبدا. ناخذ مداخله من ابو سين. باشمهندس ابو سين اتفضل. طيب انا حقيقه يعني مور انتو نتكلم على فريم ورك الناس تقدر تستخدمه وتقدر بالتالي تختار فيه وتتجه وين بغض النظر عن التخصصات حقتها. ممكن نتكلم عن الشبكات، ممكن نتكلم عن من المعلومات وتطوير البرمجيات، ودي directions من الاي تي. وزي ما عارفين احنا الاي تي فيها يعني it's emerging بصوره سريعه جدا، والتخصصات دي دائما في تغيير. لكن انا بفتكر لما نتكلم على framework على طريقه معينه الناس يقدروا يختاروا بها الحاجه اللي بتناسب معاهم في الكارير باث حقهم، بعتقد ده بيكون الخيار الامثل. اول حاجه دايرين نتكلم على المايند سيت، العقليه اللي انت بتنظر بها للعمل هي شنو. انا شخصيا ضد تماما فكره انه انا اشتغل من اجل العمل فقط او اشتغل من اجل الشغل، بالذات في مجال الاي تي، بغض النظر عن الكلام طبعا عن الظروف الحاصله اقتصاديا والى اخره، نتكلم بس كحاجه براكتيكال عمليه يعني. فانا بفتكر بمجرد الواحد ما اتخرج من الجامعه يفترض انه يكون عنده اهداف معينه داير يتحصل عليها من الكارير بتاعه، وبالتالي بيكون عنده خطه معينه كيف انه يقدر يتحصل على الاهداف حقته دي. بمعنى المايند سيت حقك ده هو اللي بيخليك انت تصل لمرحله تكون عارف تختار شنو او انك ما تختار شنو. كمثال اسي الاي سي تي جوب اللي انت عرضتها قبل شويه يا دكتور انور، انا كان اسيوم انه ممكن يعني هل صح لو عندي 100 خريج ال 100 خريج يقدموا لها؟ لو ال 100 خريج قدموا لها معناه عندنا مشكله حقيقيه انه الناس ما عارفه او تختار وين. افترض انه ثلاثه ستيبس يفترض انه الزول يعملها. الخيار الاول او الستيب الاولى انه هي انت المفروض يكون عندك يو هاف انك تعمل سوات اناليسيس لنفسك. في السوات اناليسيس دي تشوف البيرسوناليتي حقتك مع السكيل سيت حقتك بتتماشى مع اي تارجت جوب في الاي تي. كمثال هل اذا لي انا مثلا شخص ما صبور وعندي اشكاليه مثلا في الكوميونيكيشن سكيلز حقتي واللغه حقتي مثلا ما ممتازه، بتكون صعب علي ان انا مثلا اشتغل وظيفه بتاعت اي تي فيها كاستمر فيسينج او فيها كلاينت فيسينج. ات اوبفيوس ان انا ما حاحقق فيها النجاح المطلوب لانه عندي بعض السكيلز محتاج ان انا اتطور فيها شديد. فدي نمره واحد. بعد انا ما اشوف البيرسوناليتي بيز السكيلز حقتي اللي هي بيز على السوات اناليسيس، بشوف والله بعد ذاك انا كيف اقدر اكون سبيشاليزد في حاجه معينه. وبالمناسبه السبيشاليزيشن انا بتكلم عنها ما بتكلم على بس مجرد التقدم الفيرتيكالي في الشهادات، بمعنى مثلا انه انا من سي سي ان اي امشي الى سي سي ان بي وامشي الى سي سي اي، ما بالضروره. احنا المفروض نفهم حاجه انه الاي تي كاندستري فيري يونيك، فبالتالي انت بتقدر تعمل كستمايزيشن للسيرتيفيكيشن حقتك ولنوعيه التريننج اللي بتتحصل عليه عشان تقدر تخلي لك سبيشاليزيشن معين تكون فوق انت مميز. وبالتالي بعد ذاك تقوم انت تقدر تخش في الحته بتاعت انت كيف ممكن تبقى اكسبرت في الحته حقتك دي. دي بتجيبنا لثلاثه انواع من انواع السيرتيفيكيشنز. احنا عارفين انه كثير جدا من الشباب مجرد ما يتخرجوا مباشره بيتجهوا للحته بتاعت الاندستري سيرتيفيكيت دي. يلا الاندستري سيرتيفيكيت ذاتها مقسم الى اربع اجزاء. عندنا اول حاجه فاندمنتال سيرتيفيكيت، ودي انا بنصح اي انسان ياخذها بغض النظر لانه انت بتقوم بتدخلك على الفاونديشن او الانتري ليفل جوبز. بمعنى شنو؟ لما نتكلم على الاي بلس كسيرتيفيكيت، لما نتكلم على مايكروسوفت ويندوز 7 او ويندوز 10 تكنيكال سبورت، لما اتكلم على سي سي ان اي، دي كلها فاندمنتال سيرتيفيكيت. لو اخذت اي جزئيه فيها
ما معناها أنه أنت حددت المجال بتاعك، لا، لكن أنت أخذت الخطوة الأولى اللي بتقدر تخليك تقدم في جوب زي الICT جوب اللي تعرض قبل شوية. بعد الفاندمنتال سيرتيفيكيت بيجي البروفيشنال سيرتيفيكيت. البروفيشنال سيرتيفيكيت أنت بكون عندك أصبحت في المجال لك 2 إلى 3 سنة، أصبح عندك فهم في المجال ده، عندك فوق خبرة معينة في المجال، وعندك أنت حابب تطور نفسك فوقه وحابب تكون أفضل فوقه، اللي هي سيرتيفيكيشن زي مثلاً CCMB زي MCSA زمان، زي ITIL مثلاً Service Operation وإلى آخره. بعدها بتجي عندك Specialized Certification. Specialized Certification دي اللي بتتماشى مع الايديا حقتك أو مع البلان حقتك إن أنت become an expert. وبعدها بتجي المرحلة الرابعة هي الماستري او الماستر سيرتيفيكيشن اللي انت ممكن تاخده. فانا بعتقد انه لما يكون عندك الفريم ورك ده موجود بتبدا بالسوات اناليسيز، اعتقد ممكن تعرف نفسك انت وير يو فيت اكثر يعني. شكرا. ممتاز جدا، شكرا باشمهندس ابو سين. من اين نبدا؟ السؤال برضو مطروح لباشمهندس مصطفى جعفر مستشار من المعلومات. تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. بالنسبة لي أنا حاول أكمل على النقطة الطرحة أستاذ أبو سين. أول حاجة عشان تعرف إنك تبدأ كويس لازم نعرف من الأول إنه الـIT ما تخصص سهل. الـIT دايرك تكون updated، لازم يعني تكون عندك شغف بالموضوع إنك عايز تتطور فوقه. في السودان ممكن واحد يقول لك مثلا الله انا ما قدرت ادخل كليه كويسه والله يا اخي دخلت IT باعتبار انه الـIT دي سهله، او ممكن بعد ما يتخرج منها بسهوله. هو فعلا انت بتتخرج بسهوله، لكن عشان تلقى موضع غدم في السوق سواء كان السوداني او في دول الخليج او في الدول الغربيه بتحتاج لازم تكون يعني كواليفايد انف انك تنافس مع الناس دي. فالـIT يعني لازم تكون ابديتد، يكون عندك شغف للموضوع. يعني ممكن تلاقيك مشاكل تقعد فوق لغاية الساعة 1 صباحا 2 صباحا، تكون مستعد انك انت يعني تشتغل لأوقات طويلة. دي معلومة ما بعرفه الا الناس اللي خشوا في المجال يعني، لكن واحد يكون قال لك الله دي حاجة سهلة انه ممكن تشتغل فيها بأبسط حاجة. فببساطة لو ما انت بقيت ابديتد بآخر السكيلز المطلوبة ما حتقدر تنافس في السوق، ما حتلقى وظيفة مناسبة. فبرضو في النقطة بتاعت الفاونديشن أو الـIT فاونديشن يعني لازم يكون عندك أساس كويس، يعني على الأقل الجامعة تقدر توفر لك المعلومات المناسبة أو الأساس في تقنية المعلومات عموما، بعدين حتجي للتخصص في حتختار من التخصصات الثانية دي اللي هي ممكن تمشي على الدعم الفني، الشبكات، المنظمات، إدارة الأنظمة، وأمن المعلومات، تطوير البرمجيات، كل الحاجات المطلوبة. فيه تخصصات كثيرة برضو أكثر، لكن دي الحاجات الممكن الأساسية اللي بتكون منها يعني سوق العمل يعني في يعني دي أكثر حاجات مرغوبة، لأنها هي حاجات أساسية ما ممكن تلاقي شركة إلا يعني بتحتوي على 4 أو 5 من المجالات دي. فأنت إذا عملت يعني مهارات مناسبة في أغلب الحاجات دي فأنت فرصتك بتكون أكتر إنك تلقى شغل أو يعني تتحصل على وظيفة ممكن تبدأ بها حياتك يعني. فبالنسبة لإدارة الأنظمة أو إدارة المقدمات وشبكات إدارة شبكات التخزين أو أنظمة التخزين، فدي بتلاقي إنه يعني دي يعني حاليا اي شركه هتلاقي عندها مقدمات حقتها او عندها انظمه خاصه بها شغاله بها، وعندها موضوع بتاع باك اب، وعندها اوسان ستورج او ناس ستورج، انواع شبكات التخزين دي. فدايما بنلاقي في الوطن العربي بالذات ما في تخصصيه يعني كثيره في الموضوع، بتلاقي دايما المدير بتاع الانظمه يعني بيدير معاه الباك اب سيستمز أو الأنظمة بتاعت حفظ البيانات والأنظمة بتاعت الديزاستر ريكفري. لو حصلت مشكلة انت حتكون عندك جزء كبير من التاسكات اللي حتمشي تعملها عشان تجهز الانفايرمنت، انك حتحاول تخلي المخدمات بتاعتك يعني هاي افيلابل. لو حصل مثلا مخدم أو سيرفر بقى داون لازم الثاني ياخذ الموضوع. فبتلقى انك خاش في موضوع بتاع اركيتكت اكثر يعني. انت إدارة المخدمات دي أو إدارة الأنظمة بتلقى روحك خشيت في شغل بتاع التصميم حق الأنظمة ذاتها، عشان هي تبقى
تبقى redundant عشان تبقى high available. وبتخش في موضوع السكيورتي مباشرة، يعني بيجي الآن المحافظة على البيانات، على سريتها، على الأفاليبيليتي حقتها، وعلى الجو على الجودة حقتها ذاتها، فلازم يعني أنت حتدخل في السكيورتي غصبا عنك. فدي كانت من الحاجات اللي أنا مثلا دخلتني في السكيورتي، إنه أنت في الآخر عندك كنترولز، كم كبير من الكنترولز بتدخل معك في إدارة الأنظمة بتاعتك. فبيجي حاليا انا شايف انه هنربط من المعلومات مع كل الحاجات الفوق، يعني حتى الدعم الفني بيخش معاك من المعلومات، اذا دخل مع التقنيه بيخش معاك من المعلومات. في السكيورتي في الشبكات بتخش في موضوع النتورك سكيورتي، يعني في جزء متخصص كده بتلاقي فيه النتورك سكيورتي، بيعتمد على شغل الشغل بتاع الفاير وولز، كيف تعمل سكيور للانترنال نتورك بتاعتك، للانترنت بتاعتك. بتخش في موضوع الانتروجن بريفنشن سيستمز اللي بتكون على الانظمه، بتخش على الانتي سبام سيستمز، بتلاقي انه في تخصصات كثيره او في ابلاينسز كثيره في الشركات بتخش تحت الشبكات وامن المعلومات، يعني في نفس الوقت. فاداره عشان تدخل في اداره المخدمات او اول تكون سيستم ادمن، نحن نادر ما تلقى جوب سيرفر ادمن مثلا، او بتلاقيها دائما الناس بيسموها وينتل، بتخش معك موضوع الويندوز، وفي مرات بتخش معك اداره بتاعت مخدمات لينكس، في ناس بيتخصصوا في سولاريس، يعني بتلاقي في كم كبير من الانظمه انت مفترض تديرها بتلاقيها في الانفايرمنت بتاعتك على حسب الشركه او الاورجنايزيشن شغال فوق او الكبر بتاع ذاته. فبتلاقي عندك برضو في اداره الانظمه التخزين، بتخش معك الداتابيزز ناس السيكوال ادمن، في ناس بتلقى ناس شير بوينت ادمن، بتجيك مع اداره المخدمات دي برضو الاداره بتاعه الانظمه الخاصه بالبريد، زي مثلا ناس اكسشينج إذا ناس شغالين باللينكس أوبن سورس، في زي مباراة في مجموعة من الأنظمة دائما بتلقى داخلة في تحت محتوى السيستم آدمن. ولأنه قلنا ما في تخصصية في الوطن العربي، يعني يعني دائما بتلاقي السيستم آدمن شايل كل التاسكات دي الخاصة بكل إدارة الأنظمة الداخلية للمؤسسة. فأنت عشان تبقى مؤهل، لازم اول حاجه يكون عندك اساس كويس في الانفورميشن تكنولوجي، يعني بشكل عام، يعني في شهاده برضو احترافيه ممتازه اسمها من كومتيا، اسمها اي تي فاونديشن بلس، دي بتوفر لك يعني الفاونديشن للاي تي بصفه عامه. اذا عايز تدخل على الدعم الفني، في شهاده اي بلس، يعني ممكن بتفيدك في الموضوع إدارة خدمات التقنية، الحاجة الانتر ليفل لا الايتل، فهي دي يعني عشان تعرف كيف البروسيسز بتاعت الخدمات تقنية المعلومات كيف بتمشي. فأنا شايف إنه عشان أنت لو خريج جديد عايز تبدأ في الموضوع، أول شيء لازم تمشي تاخد فاونديشن كويس في الاي تي. ثاني حاجة الاي تي مهمة جدا جدا، يعني كل البروسيسز من يعني التشين مانجمنت، بروبلم مانجمنت، الانسيدنت مانجمنت، كل الحاجات دي، الكونتينيوسيتي بتاعت المونيتورنج والحاجات دي كلها بتلاقيك في الاي تي، يعني تديك الاساس المناسب انك يعني تدخل في الحاجات دي. فواحدة من المشاكل يعني انه الناس ما فاهم البروسيس بتاعت الاي تي بتمشي كيف الاي تي الاوبريشن بتمشي في المؤسسات. دايما بتقابل مشاكل للناس الخاشين في سوق العمل، يعني من يعني جونيور مثلا، فبتلاقي مشاكل كثيره في الاداره بتاعت الاي تي. يعني لازم تفهم الاداره دي ماشيه كيف عشان انك تقدر يعني تتقدم في الموضوع. فدي شهادات اساسيه، لازم تعرف ويندوز، انت كسيستم ادمن لازم تعرف ويندوز، يعني دي ضروري، يعني تعرف الويندوز سيرفرز، ويندوز الورك ستيشن زي ويندوز 10 او كده. في حاجه مهمه برضو الناس بيغفلوا عنها، الحاجات بتاعت الاوفيس دي مهمه جدا جدا، يعني اي شخص شغال في الاي تي او في اي حاجه اي مجال متعلق بها لازم تعرف الإكسل مثلا. الإكسل ده من أحسن البرامج اللي بتفيدك في حياتك،
العمليه يعني لازم تكون عندك خبره وتعرف تشتغل فوق الويرد الحاجات الاساسيه دي يعني لابد منها. فانا اتوقع اي خريج في الاول لازم يكون عارف اللي هي الحاجات دي ممكن نعتبر الاي سي دي. انا دائما بمشي لانك انت تاخذ الشهادات الاحترافيه ليه؟ لانها هي عاملاها شركات مصممه للمعرفه الخاصه بك العمليه اللي بتخليك تشتغل يعني في السوق. فممكن الاي سي دي ال تكون بدايه مناسبه ومعاها الاي تي اي ال اللي هي بتوريك البروسيس بتاعت الانفورميشن تكنولوجي ماشيه كيف، وتاخد ويندوز سيرفر ادمنستريشن مثلا اذا انت بتحتاج انك تستمر في موضوع السيرفرز ادمن وكده. بتلاقي بالضروره هتدخل تاخد شهادات في الاكسجين ممكن فدايما امشي اخد العلم من الشركات اللي هي العامله التكنولوجي ذاتها. يعني دائما حاول يعني امشي اخذ اقرا الكورسات من مايكروسوفت متوفره، وفي كورسات فري في اليوتيوب، في يوديمي برضو فيها كورسات كثيره جدا جدا بتحليك الموضوع ده والتعرف على التقنيات دي. بالنسبه لشغل الاستورج ادمنستريشن دي بتلاقي في شركات كبيره دائما في العالم زي اتش بي اي ام سي، دي الشركات اللي عندها الاستورج سيستمز. ومشكله في السودان الاستورج سيستمز الكبيره زي السان استورج سيستمز الكبيره زي السريبار من اتش بي زي الناس في اي ام سي، في عندك في ان اكس، وبتلاقي يعني في كميه كبيره من الاستورج سيستمز ما هي غاليه جدا يعني ممكن تصل الواحده لمليون دولار 500,000 دولار. ما بتلاقي اي شركه او مؤسسه في السودان عندها مثلا. لكن في حاجات أساسية ممكن تفتح لك الموضوع زي ما قال الباشمهندس قبلي، ممكن السي سي ان اي حاجة مهمة جدا. السي سي ان اي انا انصح بها اي خريج يحاول يقرأ لانها بتفتح لك المجال لمجال النتورك. فانت لو فهمت السي سي ان اي اللي هي حاجة متخصصة من منتجات سيسكو، فعادي بعدها تفهم اي حاجة يعني مثلا هواوي جونيبر كل الشركات الثانية دي. انت لو فهمت الكونسبتس الخاصه بشركه واحده انت بتفهم الباقي. يعني مثلا في الفاير وولز اخذت فورتينت بقيت تعرف تعمل كونفيجريشن لفاير وول. اذا عرفت فاير وول واحد يشتغل معاها كيف الكونسبت فهمتها، فانت ما بتحتاج تعرف كل البرودكت في السوق. يعني البرودكت ممكن يكون في 1000 برودكت بتاع فاير وول، ما ضروري انا افهم كل الحاجات، لكن افهم الكونسبت بتاعت العمل بتاعت برودكت واحد. انا الطريقه دي اشتغلت بها يعني دائما انا بحاول اخذ شهاده في مجال واحد او في شركه واحده، وبعد كده هتلاقي انك سهل جدا تمشي لكل الشركات البرودكتس الثانيه اللي في السوق. يعني انا متاكد انه اي واحد عنده سي سي ان اي حيقدر يشتغل في اي راوتر او سويتش من اي شركه ثانيه. بالنسبه للويندوز سيرفرز برضو الويندوز واللينكس بس يعني ما شبيهات لبعض كثير، لكن برضو الكونسيبت بتلاقيها واحده يعني. بس الاختلاف في الكوماندز وكده اللي بتعمل بها الموضوع يعني. فدي الحاجه اللي انا حبيت اعمل لها هايلايت، انه لازم اساسك كويس، ابدا بالنتوركس ابدا بالنتوركس بالانظمه بالحاجات الاساسيه دي. خليك دائما انت في بدايه حياتك اخذ ترينز كتير، حاول قدر الامكان تعرف يعني اعرف اللاندسكيب بتاع الاي تي بصفه عامه. بعديها زي ما قال استاذ ابو سين بتبدا تتخصص يعني بالتدريج، يعني تبدا سي سي ان اي. اذا لقيت انه يا اخي انا بحب موضوع النتوركينج ده ممكن امشي للليفل اللي بعده سي سي اي بي تبقى بروفيشنال، ممكن تبدا سي سي اي اي، ممكن بعدها تدخل في موضوع الاس دي ان وموضوع الكلاود. يعني حاليا بقت المواضيع كلها اتربطت بالكلاود برضه. فبرضه اداره المخدمات الموضوع برضو اختلف، بقت يعني خشيت الكلاود بدأت تغير كل الكونسبتس، وبقى لازم اي شخص شغال في الموضوع ده لازم يمشي يعمل يعني يعرف الكلاود كيف الانظمه بتاعته تشتغل كيف. انت عندك الكونسبت فالموضوع بقى موضوع بتاع كونفيجريشن بس، الكلاود عندها مفهوم مختلف، الكونفيجريشن بتختلف. لكن طالما عندك انت او النولج الكافي في موضوع اداره المقدمات والانظمه والشبكات والحاجات دي بتلاقي انه الموضوع سهل جدا، وانت هتبقى فليكسبل وهتقدر تغير تشتغل في اي مجال.
يعني في اي مجال في الاي تي هتقدر تشتغل طالما عندك الاساس الكويس اللي انت بنيت عليه، يعني بعد ده بتبدا حياتك تتقدم فيه. شكرا لكم. شكرا جزيلا باشمهندس مصطفى على الافاده الوافيه. انا بس بنبه الناس الحضور والمتابعين انه السلايد البرزنتيشن دي انا هخليها متوفر في جوجل درايف بالنسبه للناس بعدها، فرجاء ما تعمل لنا ديستراكشن في اثناء الجلسه ذاتها، بانه كل ما هتشوفوا حاجه تقول دايرين دي دايرين دي دايرين دي، كلها هنوفر لك. احنا مجموعه الباحثين السودانيين هدفنا الاساسي انه انكم الناس يعني يتطوروا ويمشوا لقدام، فما في حاجه هنحرص عليها انها تكون معانا، لكن برضه حقه الناس يختبر امكانيه انها تصل للمعلومه بنفسها. يعني قبل شويه في واحد سالني من السلايد دي، فقلت له يا اخي جوجل يعني فتش براك البتاع ده، جبناه من جوجل ما جبناه حته ثانيه، لكن حنوفرها برضه بصوره ان شاء الله للجميع كلها. طيب باشمهندس احمد الخير، انت زول يعني عندك فينشرز الشركه بتاع تطوير ابلكيشن موبايل ابلكيشنز اندرويد واي او اس وغيره، فشنو من وين نبدا عشان نصل للمرحله اللي انت فيها؟ تفضل. تمام، مرحبا بكم مره ثانيه. انا بالنسبه لي شويه الموضوع مختلف، يعني ما عاوز اخش في تفاصيل تقنيه، تمام، لانه بدايه الطريق، حتى في بدايه الطريق يعني في ناس كثير ما بتكون عارفه التفاصيل التقنيه او المسميات. تمام. تقريبا انا شايف من وجهه نظري الواحد المفروض حتى قبل ما يبدا الدورات دي او يبدا التخصصات دي تاخذ المخيله لما بعد فترة اللي هي دراسة التخصص، دي فترة بتاعت سنة سنتين قول ثلاثة أخذ فيها فترة، فنتكلم عن مثلا ثلاثة أو سنتين بعد التخصصات، ما يعني ما بعد الجامعة، لأنه تقريبا عموما بعد الجامعة، خلينا نتكلم عن بعد الجامعة ثلاث سنين دي بعديها أنا بكون شايل شهادتي وعندي عدة خيارات متاحة لي، اللي هو الخيار بتاع العلاقات والواسطة. والله يا اخي يا ابوي انا داير اشتغل، شوف لي صاحبك، عمي، خالي، فلان، صاحبي، او حعمل سي في وحابدا اقدم على الوظائف. تمام. في خيار ثالث ضايع من شباب كتار جدا جدا، ودي دي الخيار ده انا عندي فيه تجربه، عشان كده جاي يعني اتكلم، ما عاوز اتكلم اخش في حته تقنيه لانه انا اصلا ما كنت عارف الخيار ده متاح. تمام. في مشكله، في ناس كثيرة عندها المشكلة دي أصلاً من قبل ما تخش التخصصات دي، اللي هي موضوع الحروب الإدارية، كويس، والتسلط بتاع البوس أو المدير. تمام. في ناس بتتخوف من حتة زي دي، أو هي بتكون شايلة لها هم، أو أصلاً بيكون في تكوينته الشخص ذاته، الطالب ذاته، من بداية المشوار بتاعه ما من النوع الممكن يتقبل حاجات زي دي، فدايماً بيكون عنده طموح، أنا والله يخطي يوم من الأيام هفتح شركة، أنا في يوم من الأيام هأمشي أشوف لي مشروع، أنا في يوم من الأيام هكون رائد أعمال. تمام. تمام. بالنسبة للحتة دي أو المخيلة دي، زي ما قلت لكم عندنا ثلاثة طرق تقريبا، سي في، عملت سي في وعملت تقديم وظيفي عادي، عندنا العلاقات والواسطات والكلام ده، اللي هي والشغلة بتاعت إنه أنا أتوجه على سوق العمل نفسه وأشوف راحتي ووضعي فيه وين. نصيحتي انه الشخص اللي حيختار التخصص بتاعه يختار التخصص بتاعه شويه مرن، بمرونه او بفلكسبيليتي. تمام. انه اشوف نفسي لو واجهتني صعوبه ما قدرت اوفر وظيفه لنفسي، كويس، ما عندي علاقات، علاقاتي ضعيفه، او حتى العلاقات اخذت لي الوظائف واشتغلتها وانصدمت بالمشاكل الاداريه او الحروب، انا بسميها حروب اداريه ودائما بتحصل لنا كلنا، أو التسلط أو كده، حلقة نفسي راجع لحتة بتاعت إنه لا أنا ما دار الوظيفة دي، يا أمشي أشوف لي وظيفة تانية يا أتحرر. أتحرر دي اللي هي أنت بتنتقل أو بتمشي لسوق العمل، في حاجة مشهورة في السوق يعني اسمها اللي هي الساب كونتراكت، ما لازم مين كونتراكت، ساب كونتراكت دي باب مفتوح، باب كبير جدا جدا، باب فيه نصب، باب فيه خبرة كبيرة، باب فيه بعض المشاكل لكن خفيفة يعني ما 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 كبيرة. تمام. بتلاقي برضو جنسيات مختلفة في السوق، منافسة، فبيكون عندك قابلية بدل ما أنت ترقد في السرير وتطلب الواسطة وتطلب العلاقات، إن أنت أصلاً تتحرك وتمشي على الباب ده وتبدأ تشتغل ساب كونتراكت. السلام عليكم يا جماعة، والله يا أخي أنا اسمي محمد الخير النور، خريج كده كده كده، متخصص في الحتة الفلانية،
عاوز اشتغل، تفضل يا زول طوالي امشي كيبل بولينج تمام، ركب كاميرا، اعمل. فدي كلها طرق هي نفسها بتاخدك لحته ثانيه من الخبره وانت بتقدر تمضي قدما. فانا النقطه بتاعتي بكل اختصار انه لما تجي تختار التخصص بتاعك انظر الحاجات اللي انا تكلمت عنها وتخيل وضعك المستقبلي زي ما قلت لك، يا حتكون راجل لك في كنبه كويس ولا قاعد في البيت، ويا علاقات، يا حامشي اشوف السوق شو شنو، اتجرا شويه اكون زول جريء كده وامشي اخش السوق اشوف القصه شنو، او حاقعد انا اضيع نفسي اصلا جوجل ووظائف وعليك الله دكتور انور شوف لي وظيفه عندكم بتاع. موضوع شويه انا شايفه محتاج مرونه. التخصص يا تخصص طيب اللي بوفر لي الحاجه دي، بوفر لي انه انا ممكن اكون موظف وممكن انا اكون شغال بقليل من الحريه او بحريه تمام، او فريلانسر زي بيقولوا. كيف انا اشتغل فريلانسر؟ المجالات الموجوده حسي قدامنا بخصوص موضوع الدعم الفني واداره خدمات تقنيه المعلومات، انا من وجهه نظري او شايف في الحته دي انه المجال ده تقريبا لازم وظيفه، لازم يقبلوني في وظيفه عشان انا اشتغل دعم فني واداره خدمه تقنيه المعلومات سيرفيس ديسك تمام. فده معناها همشي انا اشوف العلاقات او انا هتوجه على جوجل عشان انا ابحث عن وظائف. بالنسبه لاداره الشبكات عندي فيها تجربه جيده جدا جدا. كان عندي مشكله في حته معينه، انا قلت ما عاوز اذكر مصطلحات لكن هذكر المصطلحين دول بس. موضوع اللي هو الدورات، كان الناس بيتكلم كلام كثير جدا جدا يا جماعه اداره الشبكات وبتاع وناي والناس كلها متوجهه ليه. اصلا غلط انه انت تتوجه على تخصص العالم كله متوجه له. لازم تبحث شويه براك وتشوف، يعني تشوف الاقبال ما دائما كويس، ما دائما انه لما يكون في اقبال على حاجه ما دائما كويس، فالاقبال ده بيواجهك بعدين في سوق العمل في زحمه الوظائف والمنافسه. بالنسبه لاداره الشبكات انا كنت متحير هل انا ابدا بمايكروسوفت كويس ولا ابدا بسيسكو. المهم اخذت السي سي ان اي كويس واستعجلت، بعتبر نفسي استعجلت لسه ما اشتغلت اخذت السي سي ان بي تمام، كان غلط. المهم اخذت السي سي ان اي، وبالنسبه للسي سي ان بي يعني زي ما بيقولوا كانت اوكي، ممكن اقول هي كانت زياده بتاعت مقدره تمام او تعمق اكثر في السي سي ان اي. اخذت السي سي ان اي ودخلت اشتغلت، وانا في الشغل لقيت محتاج مقابل السي سي ان اي او بالنسبه للسيسكو محتاج مايكروسوفت ضروريه جدا جدا، فقمت اخذت المايكروسوفت. انا بنصح الشباب هنا لو حيخشوا اداره الشبكات وبرضو عندهم الحيره بتاعت سيسكو ولا مايكروسوفت، لا اسس نفسك في البدايه بتقريبا ان بلس، تقريبا كانت اسمها ان بلس واي بلس وام سي اس اي، ما عارف لو حسيت اسمها تغير، وسي سي ان اي. اخذ الدورات دي، اديها زمنه تمام، اديها زمنه وانزل اشتغل، هتلاقي نفسك شخص مرن جدا جدا في العمل، محترف جدا جدا ومتمكن جدا 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 تمام. بعدين انت وانت في الوظيفه شغال انت اللي هتختار هل انا اكمل في المايكروسوفت وتخصصاته وابحر فيه ولا اخش ارجع لسيسكو وابحر فيها واشوف الحاصل. لكن اثنين كده نظري انه ما بقدر تمام، واحد فيهم بعد التاسيس. طيب ثاني الحاجة اللي أنا بنصح بها بعد إدارة الشبكات، بنصح برضو بتطوير البرمجيات. تطوير البرمجيات برضو كان عندي فيه تجربة مفيدة جدا جدا تمام. وللمعلومية عشان إحنا برضو شنو ما نكون إحنا ماشيين ورا بروسيجر أو ورا إجراء سبق وشفناه عند ناس تانية أو سمعنا به، أو نحن مفتكرين إنه إحنا لما نمشي ورا الإجراء الرسمي اللي بيمشي وراه الناس هنستفيد وحنكون ناس يعني وصلنا للحاجة اللي احنا عاوزينها تمام. تطوير البرمجيات سهل علي جدا جدا انه انا ما احتاج اصلا اقعد امشي ابحث عن وظيفة ابدا، دي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية حقيقة عمري في حياتي تمام، انا الليلة بتكلم عمري 36 سنة دي يعني ما حصل فكرت انه انا اعمل سي في. والله يا جماعة لغاية الليلة عمري في حياتي ما عملت سي في، لا بالغلط ولا تجربة ولا حتى قعدت له قاعدة رسمية كده عشان أنا أعمل سي في، ما عندي سي في تمام. تطوير البرمجيات لقيت نفس السوق ده مفتوح، والعملاء والجمهور عندهم قابلية يتعاملوا مع حاجة اسمها فريلانسر، عندهم ثقة في الفريلانسر تمام. بتستلم تاسكاتك، بتستلم مشاريعك،
اللهم في حاجة واحدة، عشان أنت تخش أو تشتغل في المجال بتاع تطوير البرمجيات لازم تصل برضو في المرحلة أنه أنت تأخذ شوية من الإدارة أو البيزنس، تكون رجل بتعرف تدير أتيامك الموجودة عندك وتسيطر عليها وتهندلها بطريقة معينة بحيث أنه تحفظ حقهم وحق العميل. تمام؟ دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية لازم تكون ملم ببعض الأمور في البيزنس. البيزنس نفسه بينقسم لتسويق، لمبيعات، يعني ماركتينج وات ايفر. تمام؟ بالنسبه لتطوير البرمجيات لو حبيت تخشه او انت بتسمع في كلامي هسه حاليا، هتحتاج في لحظه من اللحظات لبزنس او دورات بتاعت اداره. وكلامي ده انا بقوله في شنو ده، لو انت اصلا ما هتقعد من ضمن تيم، يعني مطور في تيم. في فرق بين مطور في تيم وفي فرق بين شخص جاء اخذ استلم مشروع وجاب لما له فريق وبقى بيديرهم او بيوجههم او اداهم المشروع ده، اشتغلوا معاهم واشتغلوا هو معاهم، اشتغلوا هم معاهم. تمام؟ فايوه نعم، نصيحتي بحكم تجربتي يعني تطوير البرمجيات تخصص جيد بيتيح لك، او بيكون انت نفسك وضعك مرن فيه. تمام؟ بيتيح لك انه انت تمشي تتوجه على السوق مباشره، ترتكب اخطاء على راحتك. تمام؟ وتتعلم على راحتك وتكتسب الخبرة اللي انت عاوزها، وكمان تتوجه او تطور نفسك في السوق ده بانه انت تصبح رجل بيزنس او رائد اعمال، او لقيت افكار جديدة تطورها. سهل جدا جدا، ما لسه هتكون انت موجود او قاعد مستني لتجيك الوظيفة، او حتى انك تمشي تقعد قدام مدير كويس ويقعد يتكلم معك عن راتب صغير او راتب لو يعني. تمام؟ المنافسة كمان في المجال بتاع تطوير البرمجيات كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا نحن الناس المتحدثين باللغة العربية، لأنه ملوك المجال ده هم طبعا الأخوان الهنود. تمام؟ والعرب لغاية حسي كده ما أقدر أقول لك في المجال أو عموما في 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 سوق الفريلانسر في التزام. نحن العرب أو يعني نحن ما عارفين نحن عرب أو أفارقة، بس عموما نحن الناس المتحدثين باللغة العربية ما دائما ملتزمين. أخواننا السوريين، أخواننا المصريين، أخواننا الأردنيين، الفلسطينيين ما عندهم الالتزام اللي بيلتزموه أخواننا الهنود. الهنود أنا شغال معهم، ناس ملتزمين جدا جدا، شغالين في السوق، لكن مشكلتهم كلها في اللغة العربية. فدي أدفانتج عندك أنت موجود، إنه أنت شخص متحدث باللغة العربية، زائدا إنه اجتماعيين والحمد لله عندنا مقدرة إنه نحن ننشئ علاقات ونتكلم ونوصل يعني لحتة معينة. إدارة الشبكات برضو المشاريع موجودة، الساب كونتراكت. أخواننا السودانيين يعني من غير واسطة، مش أي مشروع تابع للشركات الكبيرة في 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 الأبراج، في المجمعات، في البتاحة، تلاقي الأخواننا السودانيين موجودين. ما أعتقد قصروا، ما قصروا معنا والله كثير. الواحد زي يقولوا بيستلمك من يدك وبدخلك وتشتغل أنت وقدراتك، وبسلموك قروشك، بسلموك راتبك، أخذتها مقاولة، أخذتها بديل معين وتابع. بالنسبة لإدارة المقدمات برضو تقريبا وظيفة، إدارة أنظمة وشبكات التخزين وظيفة، يعني ده من وجهة نظري أنا شايفة تأخذك لوظيفة. أمن المعلومات مجال صراحة ممتع جدا، حلو جدا، عاوز له شوية من الصبر، تسأل منه شوية لكن جيد ممتاز. تمام؟ الخدمات السحابية برضو تقريبا مجال بوجهك على الوظيفة فقط. فملخص حديثي، آسف إذا أنا أطلت عليكم، ملخص حديثي إنه تحاول بقدر الإمكان، بالذات نحن في سنة 2021 حس حاليا، إنك أنت تختار تخصص بيقدر يوفر لك وظيفة، أو إنك أنت تقدر تمشي بحريتك وتشوف وضعك في السوق وتشتغل من غير أصلا لا تستنى زول ولا تكلم زول ولا يعني زي بقول أقضوا حوائجكم بالكتمان. أطلع جازف مع الناس دي، شوف وضعك شنو، هتلاقي في شغل كثير جدا جدا جدا. واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس محمد الخير. انا هوقف الشاشه من الشير قبل ما امشي لمحمد الخاتم، بس عشان انبه لحاجه مهمه جدا. اخواننا احنا في مجموعه الباحثين السودانيين عندنا قناه بتاعت يوتيوب مليئه باي حاجه ممكن الشباب الخريجين يستفيدوا منها. فهنا دي في سلسله في القناه بتاعت اليوتيوب، وحط الرابط بتاعها في هنا في زوم وكذلك في فيسبوك. في سلسله اسمها التطوير المهني، ودي سلسله بتاع السيمينارات
عملناها يعني حسب الطلب بتاع الشباب، كيف تقدم نفسك، كيف تبني بروفايل احترافي على لينكدين، كيف تكتب السيرة الذاتية بتاعتك وتجهز المقابلة بتاعت العمل، الشغل بتاع العمل عن بعد، وكذلك اللي هو تتبع شغفك يعني follow your passion. الكلام ده مهم جدا، لأنه كل واحد من الناس يرسي من المعلومات ولا الشبكات ولا غيره زول شغوف بالحاجة اللي هو بيعمل فيها عشان كده ناجح فيها وبيعمل فيها. فدي لستة بتاعت فيديوهات مفيدة جدا، ممكن الناس تشوفها وتستفيد منها. ونرجع لمحمد الخاتم، باشمهندس محمد الخاتم، عشان يورينا عن الأمن الفيزيائي، الأمن المادي أو الفيزيكال سيكوريتي، وده مجال صاعد ومهم جدا جدا. الكاميرات تحت المراقبة والأنظمة بتاعت إدارتها والتدريب لها وإلى آخره. باشمهندس محمد الخاتم تفضل. طيب أنا على عجالة بذكر يعني خارطة الطريق اللي بتوصلك لأنك أنت تكون مختص في مجال الفيزيكال سيكوريتي، إذا كنت إنجينيز أو مستشار أو شغال في الإدارة الأمنية. لكن عموما يعني إذا أنت حاليا طالب أو خريج جديد ما فاتك شيء، أبدأ بحاجتين أنا بقولهم اللي هو الICD. خلينا نتفق إنه القراية في الجامعة هي ما هتحصل عبرها وظيفة. الوظيفة يعني في ظل الوضع الحالي في العالم كله واتجاهه للرأسمالية، ما في واحد بيجي يعلمك أو يقول لك والله يا أخي أنت تعال اشتغل وبعدين نعلمك، لا، الكلام ده انتهى. بقى أنت عندك شنو؟ أنت في يدك في شنو؟ إذا ما في يدك حاجة أو إذا طالب، حاول يعني في حاجات معينة لازم إنك أنت تعملها قبل ما تتخرج. إذا اتخرجت ويا دوب إنك أنت تخرجت، حاول أبدأ والحق نفسك، اللي هي زي ما قال مصطفى والشباب إنهم اجمعوا على حاجتين. أنا بس بدال عاوز أعمل ملخص للشباب إنه الICDL اللي هي بتحتوي على الوورد وعلى الإكسل وعلى غير وعلى غير، والحاجات دي مهمة جدا في شغلك. الحاجة الثانية الـ A+ هي الشغل بتاع المينتنس بالنسبة للـ IT عموما. هو بيفتح ذهنك، بيخليك انك انت تختار على اي، يعني مثلا انت اذا بتاع software بتعرف ان software دي يعني الاركيتكت بتاع الكمبيوتر ذاته حيفهمك ليه انه هو حيتعامل كيف وحيشتغل كيف وغيره. حتى لو انت بروجرامر لابد انك يكون عندك برضه عندك يعني knowledge solid background عن الكمبيوتر architect. دي الحاجة الثانية المفروض انت تبدأ بيهم، يعني خلال 3 شهور انت ممكن تنتهي من الحاجتين ديل وتشوف النكس. وانا ما يعني مثلا الحاجة اللي بعدها اللي بتوصلك على الشغل بتاع الفيزيكال سيكوريتي تحديدا، اللي هو الأقرب، الشغل بتاع الشبكات أو الشغل بتاع السيستم أدمين، يا هو الشغل بتاع مايكروسوفت أو اللينكس أو النتورك. الثلاثة مثلا الكاميرات دي شغالة كيف، إن هي تبث كيف الصورة، إذا كان الأكسس كنترول، ولا بد إنه يكون عندك experience في إنك أنت كيف يعني في السودان أنا اكتشفت إنه يعني ما في real experience تحديدا في unfortunately في المجال ده. لا الشركات شغالة ولا الناس عندهم نوع كافية بالموضوع ده، بيعتبروا إنه بيفتكروا إنه الكاميرا هي عبارة عن كابل وآي بي وبعدها توصل وخلاص. الموضوع ده بيتحكمه أشياء كثيرة جدا، ولا بد إنك أنت يكون عندك solid background على الحاجتين ديل، اللي هو الشغل بتاع النتورك تحديدا، عشان لأنه أصلا هي نتورك، هي 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 الكاميرات أو هي صورة بث كيف، إنه خلال موبايلك أو من خلال الكنترول روم أو الكنترول سنتر، إنه هي دي بتجيك عبر شبكة الصورة دي. فلا بد إنه يكون عندك هناك، والبرامج اللي بتشغل الكاميرات دي هي موجودة داخل سيرفرات اللي هو الشغل بتاع السيستم آدمين. فعموما لكن قبل الكلام ده كله لا بد إنه يكون عندك الحاجتين دي، أو الICDL والA+، ده الحاجتين مهمة جدا لأي واحد تخرج في مجال الـ IT.
اذا انت خريج جديد اوكي، اذا اتخرجت تميت الخمس سنوات، في حكمه صينيه بتقول لك افضل وقت لزرع الشجره كان منذ 20 سنه، انت تزرع الشجره كان ده افضل وقت، لا كان قبل 20 سنه. وقال لك الثاني افضل وقت لوقت زراعه الشجره دي هو الان، انت ابدا ابدا، يعني ما تحاول انك انت تقول غيره، لانه الحاجه دي بعد شويه ماشيه حتى في السودان ذاته ماشيه على 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 اتجاه معين، اللي هو زي الشغل بتاع الجيش، انك انت تكون خريجة من الكلية تكون ملازم، ملازم أول ونقيب، أنت ماشي في حياتك، أنت في عمر معين مستحيل حتى لو كان إكسبيرينس بتاعتك في مجال السبورت أنت حتصل مرحلة حتقيف، ما حتكون عمرك كله شغال سبورت. فبعد تخرجك بعد خمس سنوات إذا أنت لحد تستيل ما حصلت وظيفة، حاول ألحق نفسك بالحاجات دي، ولأنه بعد شوية الأمور حتصعب عليك بالنسبة للعمر ده تحديدا. ليه؟ لأنه السبورت مانيجر أو الزول المسؤول منك هو حيكون أصغر منك عمرا، عشان كده تحاول تعمل حسابك في الحاجة دي. وأبدأ بالحاجتين ديل، وأنا هتكلم بإسهاب عن الموضوع بتاع الفيزيكال سيكوريتي في 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 جلسة منفصلة، لأنه الوقت هنا شايفين شوية كده ضايقنا عليه، لأن أساسا نقدر نسيه في الحاجة. شكرا جزيلا باشمهندس محمد الخاتم. ونحن أخوانا بننبه إنه الباحثين السودانيين ان شاء الله بالتعاون مع الخبراء ديل هنعمل دورات احترافيه للكارير باث بتاع الاي تي ان شاء الله في الفتره الجايه، بدايه من الدوره بالسوفت وير ديفايند نتوركس اللي هي الشبكات المفتوحه مع الدكتور احمد، ودوره بتاعت اي تي اي ال مع ابو سين، ودوره في امن المعلومات مع مصطفى، ودوره يعني في دورات كثيره هتجي، وهنشوف نحن كل الخبراء والخبيرات. ونتأسف يا اخواننا انه الليل البانل بتاعتنا ما في اي بيت، ما في اي يعني كنداكه، ودي حاجه ما قاصدينا نحن، بالعكس نحن بنرحب جدا بانهم يكونوا موجودين في المنصه وياخذوا حقهم ودورهم ونسمع صوتهم، لكن بكل اسف لما نرسل الدعاوي ما قاعد تجينا استجابات يعني زي ما هو متوقع، فان شاء الله لكم المنصه برضه مفتوحه في الفتره الجايه. فنمشي للحاجه اللي بعد، الشهادات الاحترافيه أم دراسة الماجستير؟ يعني برضو ده سؤال بيطرح نفسه بالنسبة للناس كتار. أنا زي ما تفضلت في بداية النقاش إنه أنا ده بالنسبة لي ما كنت مهتم جدا بإنه أنا أعمل دور اسمه شهادات احترافية. يعني قريت كورس بتاع CCNA، قريت كورس بتاع MCP اللي هو مايكروسوفت سيرتيفايد بروفيشنال، قريت كورس بتاع أوراكل أدمنستريتور، لكن ما كنت مهتم بانه انا اكون سيرتيفايد، يعني يكون عندي شهاده بالرقم بتاعه. ليه؟ لانه انا ماشي في المجال بتاع البحث العلمي، مجال البحث العلمي يا اخواننا ما بتزول ما بيكون مهتم انه يكون عنده سيرتيفيكيت من فيندر محدد. يعني انا اقول والله سيرتيفايد بتاع سيسكو ولا جونيبر ولا مايكروسوفت ولا اوراكل، دي في البحث العلمي ما عندها معنى. يعني ما بالنسبه لك انت داير ماجستير داير دكتوراه عشان انت حتمشي في مجال بتاع بحث، يعني بحث ونشر علمي والى اخره. لكن لو كنت انت عايز في الاتجاه بتاع انك تنزل السوق تقول تدخل رجلينك في الوحل، فانت بالتالي محتاج لشنو؟ محتاج لشهادات احترافيه. دي حته مهمه جدا للشباب يا اخوانا، ما بالضروره كل الناس تكون سيرتيفايد، كما بنفس القدر ما بالضروره كل الناس يكون عندها بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، ما مهم. يعني اسي الليله انا انور ده بالدكتوراه بتاعتي في الكمبيوتر ساينس، في حتات كثيره لو مشيتها ما باخذ مرتب افضل ولا بيكون عندي معرفه فنيه اكثر من ناس ثانيين سيرتيفايد اشتغلوا دخلوا يدينهم في الوحل وركبوا ركبوا الشبكات وشافوا السيرفس وعملوا ترابل شوتينج للسيستمز وعملوا ديباجينج للسوفت وير وللبروجرامز وكده. فدي حته مهمه جدا الناس ما تضيع فيها زمن، بالذات البنات بنلقاهم منهم والله يا اخي، بدل ما يقول لك الواحد قاعد كده ساي يعمل له ماجستير ولا بدل ما قاعد ساي اعمل دكتوراه، اي نعم انت قاعد ساي، لكن اتذكر انك بعدين حتشتغل في شنو؟ انت لو داير خبره احترافيه بتاع السوق لازم تمشي تشوف لك شغل في السوق. لو داير خبره بتاعت اكاديميه وبحث علمي لازم تشوف خبره ريليفنت، لانه ده يعتبر برضه ضياع زمن. يعني انت كونك انت عملت دكتوراه وما بتقدر تشتغل بها، دي ما تضيع زمن. في الوقت ده كان ممكن تاخذ خبره احترافيه. ثاني حاجه الناس تخلي الكسل، تخلي التردد. تمشي وتخش في اي شغل، اي شغل بيديك خبره، الكلام ده مهم جدا جدا. طيب
لو في اي افاده من الزملاء في المنصه هنا ده عن الحته دي تحديدا الشهادات الاحترافيه ولا دراسه الماجستير ممكن يفيدوا. دكتور احمد تفضل. والله دكتور صراحه انا واحد من الناس اللي اقتحمت المجالين، بديت بالشهادات الاحترافيه وقطعت فيها شوط، بعدين اتجهت للاتجاه الاكاديمي في الماجستير والدكتوراه، وممكن الموضوع ده افتي فيه في مجال تخصصي بتاع الشبكات. انا لو رجع بي الزمن ورا ما كنت بعمل الماجستير والدكتوراه، بركز على الشهادات الاحترافيه. بالضبط بالضبط صراحه. تفضل. ليه؟ لانه صراحه العالم كله ماشي على انه يعترف بك انت انسان متخصص بيز السكيلز او المهارات بتاعتك، فالشهادات الاحترافيه صراحه بتدي الشخص مهارات اكبر، وبتخلي الشخص معرفته اوسع من الشخص اللي بيمشي في مجال الاكاديمي الماجستير والدكتوراه. الدكتوراه دي بعدين لما تنتهي منها حتلاقي انك انت عملت في جزئيه بسيطه جدا، الكونتريبيوشن بتاعك في جزئيه بسيطه جدا، حصرت نفسك في حته بسيطه جدا جدا، واصلا ده الاسهام العلمي كده هو بسيط ما كبير. لكن مجال البروفيشنال سيرتيفيكيت هو اسرع، وهو يعني بيفتح افاقك على علوم ثانيه، وهو مترابط مع بعضه البعض. يعني هسه تلقى الواحد اللي عمل سيسكو وعمل مايكروسوفت وعمل اتش بي واتداخل في مجموعه من الشهادات الاحترافيه لانها هي مربوطه مع بعضها البعض. وزي ما قال قبيل يعني الباشمهندس انه انت لو اخذت السي سي ان اي خلاص انت هواوي، ممكن تاخذها بسهوله، ممكن لانها هي في النهايه نفس الحاجه. لكن صراحه انا عندي يعني وصيه هنا للناس الخريجين الجداد، ولاحظت انا خلال تدريسي في الجامعه لعادة المستقبل، الواحد بيبدا الحاجه وما بيتمها في المجال. يعني مثلا يقوم يقول لك والله انا بايثون، تساله بايثون يقول لك والله بديت كده عندي فكره عنها، وما بكون عمل بأي مشروع، يعني يشتغل فيها حاجه بسيطه كده وما اشتغل اي بروجكت على اللغه دي او على اي يعني مثلا موبايل ديفلوبمنت او كده، بداه بس عرفه، فبقت معرفته هو معرفه ثقافه، يعني هو بس عارف الحاجه دي بتعمل شنو وعارف اساسياتها، لكن ما قدر يشتغل بها اي حاجه. فالواحد في تخصص طالما اختار تخصص مثلا بتاع النتورك، المفروض انت تكون ديب نوليدج في مجال النتورك، في مجال البروتوكولات، تعاملت مع السيميليشن، مارست براكتيكال بصوره كبيره. قبل الدكتور انور برضو اشار في المساله تحت السيره الذاتيه واللينكد ان، وهو في روابط، دي من الحياه المهمه يا اخواننا اللي بتخلق لك فرص بتاع العمل. يعني كثيرين جدا في اللينكد ان الواحد ما بيبرز الحاجه اللي عنده، فقط بخط الاشياء الاساسيه وبيسيب على كده. اللينكد ان الان بقى فرصه كبيره جدا جدا، وخصوصا بعد جائحه كورونا بقى المساله الاونلاين دي واسعه جدا جدا. ايضا يا اخواننا الفري لانسر ده يا اخواننا لما عملوا لناس الاي سي تي ده، اصلا الفري لانسر ده لما عملوا لناس الاي سي تي، لانه اكثر ناس بيقدروا يشتغلوا من على البعد، والحاجه دي عندنا في السودان يعني ضعيفه جدا جدا. يعني في مواقع كثيره زي خماسيات وغيره، ممكن الانسان طالما هو عنده مهارات بيقدر هو يعني من المهارات دي يلاقي شغل وهو قاعد في البيت. والدكتور انور عملوا لايف وضحوا الحاجات دي بصوره كبيره جدا. ايضا دار نبه في مساله الشهادات الاحترافيه والماجستير الى عامل السن برضو، يعني في التخصص بتاع الاي سي تي يجب انك انت تراعي مساله السن بتاعتك. زي ما قال قبيل الباشمهندس، انت ما ممكن تكون بتاع هيلب ديسك وانت مثلا عمرك 35 او 40 سنه، هي دي وظائف عندها عمر معين بتقدر تشتغلها. وايضا انت في مجال التكنيكال والبرمجه بعد ما تصل ثاني سننا ده، القعده ذاتها تبقى لك صعبه، بتجيك المشاكل بتاعت وجع الظهر والعين ما شايفه وكده. فانت لازم تراعي في مساله احترافك لعامل السن في تخصصك. شكرا جزيلا دكتور احمد. طيب لو في اي اضافه في الموضوع من المنصه؟ اي انا حابب اضيف طبعا هو ongoing debate، يعني اصلا بتاع الشهادات الاحترافيه والماجستير ده ongoing debate، لكن احنا لو يعني عينا حاليا بنشوف في اخر سنوات انه في الشركات الكبيره زي جوجل مايكروسوفت وكده قاعدين نوعا ما يرسموا في خارطه الطريق كده، لانه البكالوريوس او الماجستير قد ما يكونوا ضروريات في الحصول على وظيفه زي ما كانوا زمان. يعني زمان كانت البكالوريوس تعتبر نقطه دخول لانك تتحصل على وظيفه معينه في المجال. حاليا في اخر ثلاث سنوات بدا يحصل ديستربشن شويه
في انه الناس ممكن تقبلك في وظيفه لها علاقه بالاي تي وانت ما بالضروره تكون اخذت بكالوريوس او اخذت ماجستير. دي الحاجه الاولى. النقطه الثانيه الدراسات الاكاديميه بالذات الماجستير او الدكتوراه بتوقع انه من الحياه المهمه جدا فيها هي المحتوى بتاع شنو. يعني انا الليله لما انظر لمحتوى بتاع ماجستير له 10 سنه بطبيعه الحال التكنولوجيا بتكون اتغيرت شديد، او حتى لو له سنتين بطبيعه الحال التكنولوجيا بتكون موجوده او متاحه بتكون اتغيرت شديد. فدي حاجه برضو نقطة مهمة. داير أضيف إلى كلام دكتور أحمد يعني عامل السن، داير أضيف برضو حاجة مهمة اللي هي الحتة بتاعت الكوست والحتة بتاعت الزمن. يعني ليلة عشان يعني تتحصل على ماجستير من جامعات معترف بها وجامعات عريقة، بعتقد الموضوع ده بيكلفك. يعني دي نمرة واحد. ونمرة اثنين الفترة الزمنية، يعني بتتكلم على مثلا من سنة إلى ثلاثة سنوات عشان تتحصل على الماجستير، كيف الثلاثة سنوات دي بتفت في البلان بتاعك، وكيف الانفستمنت حقتك لماجستير مثلا ب 10 او 20 او 30 او 40 الف دولار قد يكون يجيب لك عائد ذو فاليو يعني بالنسبه لك. ده التعقيد من عندي. شكرا. شكرا جزيلا مهندس ابو سين. في لو في اي اضافه من مصطفى محمد الخير. انا عندي بسيطه. تفضل. بالنسبه لموضوع الشهاده الاحترافيه او دراسه الماجستير، فدي بتعتمد على الاستراتيجية أو الهدف اللي انت ماشي عليه. فإذا الشخص هو عنده يعني عايز يدخل في المجال الأكاديمي يدرس مثلا في جامعة أو يمشي على موضوع بتاع أبحاث مثلا، ممكن يمشي على الطريق بتاع دراسة الماجستير. أما إذا انت عايز تشتغل يعني هو في شركات في بنوك الشغل العادي ده، فانت بتحتاج شهادة احترافية. فمثلا بتلاقي في شركه دايره مثلا شخص يعمل كونفيجريشن للراوتر للسويتشز، يعمل مونيتورنج للنتورك كده. فاذا قدم للوظيفه دي واحد عنده سي سي ان اي مثلا، وقدم لها دكتور عنده دكتور في شبكات الكمبيوتر، انا حامشي عنده سي سي ان اي لانه هو عنده السكيلز اللازمه انه يعمل التاسك اللي انا حديه له ده. لكن إذا الشركة مثلاً عندها في شركات زي مايكروسوفت أو كذا، تلقى عندها مركز بتاع أبحاث، إذا في وظيفة زي دي فأفضل يأخذ زول عنده ماجستير ودكتوراه أو الحاجة الأكاديمية أو العلمية. فحالياً يعني إذا قلت سوق التوظيف مثلاً، فهتلقى إنه 90% دي مع وظائف أكاديمية، 10% ممكن أو 15% دي حاجات الأكاديمية. لكن أغلب الشركات بتفضل موضوع الشهادات الاحترافية. وتاني لأن الكونتنت ذاته المعمولة بتاعت الشهادات الاحترافية دي معمولة لأنه الشخص ده يكون عنده كل السكيلز اللازمة يعمل كل التاسك المحددة منه، يعني من الإدارة في كل المجالات بتاعت تقنية المعلومات. فهي ذات البوك اوف نوليدج بتاعت أي شهادة لو قريتها بتلاقي إنها كافي جدا إنه الشخص ده يكون مؤهل لأنه ينفذ المهام بتاعت الوظيفة يعني. شكراً لكم. شكراً جزيلاً. برضو مداخلة بسيطة. تفضل باشمهندس. يديك العافية إن شاء الله. أنا أول حاجة بسني على كلام أخوي أبو سين. فعلاً حقيقة في حسي حالياً خارطة الطريق أصبحت مفروضة علينا من الشركات العملاقة في السوق. أو يعني بدت حتى مش لسه حيفرضوها، هي أوريدي فرضت على الوضع تمام. أنا تفاجأت بالنسبة للبزنس بتاعنا ذاتي أو الشغل بتاعنا ذاتي، قبل فترة كنا عندنا كم مشروع كده وكنا محتاجين لمطورين، فتفاجأت إنه جوني ما يقارب يعني 6-7 مطورين من غير حتى شهادة جامعية، يعني ما عندهم شهادة جامعية. طب كيف جايين؟ وحتى أنا بقيت أنا ذاتي ما متأكد كيف إنه أنا أتقبل النقطة دي أو كده. رواتبهم منخفضة جدا بتقبلوا بأي حاجة، جايين بالشهادات الاحترافية، شايلين شهادات احترافية مؤسسين. اشتغلت مع 3 منهم، حقيقة حماس، إنتاجية عالية جدا في الشغل تمام. وبعتبر حتى بعد المشروع الأول اللي أنجزته معاهم في حس شغالين لنا مشروع الثاني، النازل واصل لمراحل صراحة حاجة يعني فاجأتني أنا شخصيا. دي تجربة موجودة، انا عايشه حاسه حاليا عايشه مع ناس انا شغال معهم هنود تمام.
وتقريبا الحاجه دي بدت يعني في كميه من الطلبه حاليا بالذات الهنود ما شايلين، بيجيك هو بيقدم عندك ما شايل شهاده جامعيه، هو شايل التخصص او الشهادات الاحترافيه بتاعته وجاي وشغال معك في السوق، منافس قوي جدا جدا. يديكم العافيه. شكرا جزيلا باشمهندس حمد الخير. باشمهندس حمد الخاتم، اي اضافه؟ ما عندي اضافه يعني شباب على كلام الشباب. بس النقطه بتاعت بالنسبه للسودان تحديدا او يعني يعني مثلا هنا حاليا عندنا في قطر، انا بعرف ناس كميه كبيره جدا من الناس انه هم خريجين حاجات ما عندها علاقه بالاي، اذا كان سيفل انجينير، اذا كان هندسه معماري، مهندس معماري، اذا كان اقتصاد، ودلفوا لمجال الاي تي نتيجه لظروف معينه، حاليا ناجحين ومدراء شركات او مستشارين او غيره يعني. فليه؟ نتيجه لرغبتهم في التطوير، ونتيجه لرغبتهم في المعرفه بدوا مشوا يعني. فالجامعه يعني ما معناته الناس اللي قروا دبلومات تحديدا انهم متخوفين انه ما يلقوا فرص بتاعت وظائف. والسودان ذاته فيه تحول كبير جدا يعني. هاي نعم الحكومات بيكون عندها ستاندرد معين، انه يكون انت بكالوريوس، انه يكون مثلا خريج الخرطوم زي ما كان بيكتبوا زمان اذا كان عندك انت هنا، لكن عموما اي حاجه يعني في تحول ماشي كبير جدا، عشان كده تكون مستعد له عبر الشهادات الاحترافيه دي. فمهما كان عندك عدد من الماجستيرات، هي ما حتكون مقابل شهادتين احترافيات او مجال واحد انت مشيت فيه. يعني مثلا انت مسكت مجال النتورك وصلت فيه لحد السي سي اي، خلاص انا ما شايف انك انت تاني يعني، حتى لو عندك دكتوراه يعني. فده ما حيكون، ما في مقارنه بينك وبين بين الشخص في اداره في الفرص بتاعت التوظيف، وفي يعني هم باعتبار انه هي الشركات يعني، اذا كان الحكومه او غيره يعني، ده رزول في النهايه مؤهل عن الحاجه دي. شكرا جزيلا. طبعا في بعض الناس بيدعوا او بيقولوا انه والله الشهاده بتاعت سيسكو مثلا سي سي اي سكيورتي ولا راوتينج سويتشنج ولا كده، هي تعادل دكتوراه في المجال. فنحن طبعا كاكاديميين وباحثين بنقول يعني هل سيسكو بتديك دكتوراه؟ هي بتديك شهاده احترافيه لكن ما بتديك دكتوراه، فبالتالي في فرق بين الاثنين. دكتور سامي صالح، دكتور التعليقات. دكتور احمد، بس والله دار اضيف حاجه بسيطه مهمه خالص. تفضل دكتور احمد. في مجال الشهادات الاحترافيه دي اخواننا، نحن دائما رابطينها بالمهارات. مجرد ما الواحد عمل شهاده احترافيه معناه هو خلاص المجال ده بقى السكيلز بتاعته عاليه. وللاسف في بعض الناس بعض الشباب بيكون همه الحصول على كميه من الشهادات الاحترافيه من غير نولج، خصوصا الشهادات دي هي يعني معتمده على ضمس اكزامز سهل جدا. انت ممكن تقرا الامتحانات السابقه مثلا زي السي سي ان اي وتباصل امتحان، لكن انت معرفه عمليه عميقه بالحاجه دي ما عندك. فما معناها الشهاده الاحترافيه انه الزول طوال السكيلز بتاعه. ممكن واحد يصل، انا قابلت ناس عندهم سي سي ام بي لكن في اساسيات الشبكات عنده اشكاليه، لانه هو اعتمد على انه هو يستخدم الضمس. فانا بنصح الشباب البادين مساله الضمس دي ما يجي عليها الا بعد ما هو يكمل القرايه تماما ويمارس العملي في السيموليشن تماما، حتى بعد ذاك يجي عليه مساله الضمس. ودي مساله يا اخواننا مهمه جدا، لان انت بعدين في الشغل لما نجوا بيعملوا لك تيست براكتيكال، ما بيقول لك والله انت خلاص عندك سي سي ان اي وسي سي اي طوالي تعال هاك امسك الشغل اشتغل. حتواجهك مشاكل كثيره جدا اذا انت بقى اهتمامك بس بالكم بتاع السيرتيفيكت. انا قاعد الاحظ ناس كثيرين جدا، واحد يكون عنده 10 15 بروفيشنال سيرتيفيكت حتى في مجالات ذاتها هي يعني مشاتره شويه، يعني يكون في كم مجال كده مش عامل شهاده بتاع السيرتيفيكت، ومخيل انه بموجب الشهاده دي هو خلاص المفروض الوظيفه جايه. طيب انا في مداخله كان دكتور سامي في الشات هنا ده بيقول انه والله يا اخي هو مختلف معي في الراي بتاعي في انه الاكاديمي بيكون رايه مجاله ضيق فقط في التدريس والبحث العلمي وكذا. قال في يعني مصطلح ظهر ايام الكورونا دي القفله اسمه الباراداميك، اللي هو براكتيكال اكاديميك او براكتيشنر اكاديميك. الزول الاكاديمي برضه بيعمل يشتغل في يدين وكذا، وخدت الرابط على الويكيبيديا بتاعه، وده كلام جميل. فانا سيد درزه مصطفى جعفر، انا بعرف انك انت اخذت اعلى شهادات في السكيورتي وكذلك في الكلاود، انت عندك الشهادات دي، هل غيرت حاجه في الكارير بتاعك؟ يعني خصوصا انه في انت خبير بتاع انظمه
واخذت الشهادات بعد ما انت في الجوب بتاعك، هل في الجوب بتاعك اضافت اي حاجه؟ الكلام ده برضه مهم عشان ناخده في بالنا، ما الناس تقول تجري والشهادات بس من اجل الشهادات. مصطفى ممكن توري بس لمحه كده عن الشهادات اللي عندك في السكيورتي في الكلاود، وهل اضافت ولا لا؟ تفضل. زي ما انا شرحت قبلك انه شغل الاداره بتاع انظمه المعلومات ف او اداره المعلومات بحاجه عامه، لازم تدخل في موضوع الامن المعلومات. يعني انت لازم تعرف، يعني مثلا ما اي شخص يقدر يدير نظام مثلا سيرفر فوق ويندوز، في شخص بيديره بطريقه عاديه، في شخص بيديره بطريقه براعي فوق امن المعلومات مثلا. فبتلاقي روحك داخل دائما في موضوع امن المعلومات، خاشي معك في اي حاجه. فهي قطع شك بتفيدك فائده كبيره جدا، وممكن موضوع انك انت ما تجيب الشهاده، انك الشهاده انك يعني زي مثلا واحد في الجامعه حفظ الاسئله وحلها، وفي الاخر جاب النتيجه، جاب جي بي اي 4 مثلا، لكن في الاخر المهم النولج. يعني دي الحاجه اللي انت بتعتمد على دائما، انه يكون عندك النولج للحاجه دي. فانا اخذت سيسب اللي هي انفورميشن سيكيورتي سيستمز سيكيورتي بروفيشنال، هي حاليا يعني في اوروبا بتعادل ماستر في امن المعلومات، يعني دي بحاجه اوفيشال يعني الاتحاد الاوروبي بتتعادل لماستر. واخذت برضه سي سي اس بي اللي هي برضه متعلقه بالكلاود، كلاود سكيورتي. فحاليا اداره الانظمه بتاعت المعلومات، الانظمه بقت حاليا زي ما عارفين في كلاود، في برايفت كلاود اللي هي ممكن شركه تكون عندها انظمتها في كلاود مثلا انترنال، وفي الببليك كلاود زي امازون، زي جوجل، زي مايكروسوفت، اجر، دي كلها دي بابليك كلاود. واغلب الشركات حاليا ماشيه على الموضوع بتاع الهايبريد كلاود، بتبقى عندك انت بتعمل لينك بين الانظمه بتاعتك مع الاجر كلاود او الجوجل او الاي دبليو اس اللي هي من امازون. فانت عشان تتطور في المجال لازم تدخل مجال الكلاود، وعشان انت المعلومات دي بقت امن المعلومات حاجه مهمه جدا، فلازم انت تدخل تكون عندك معرفة بكيف تأمن البيانات بتاعتك. يعني حاليا مثلا فور اكزامبل الملفات في تيمز مثلا العالم كله شغال بيه حاليا، او زوم حاليا عاملين بالاجتماعات دي، فهل هي سكيور مثلا الاجتماع ده؟ هل اي شخص بيقدر يدخل عليه ولا لا؟ البيانات اللي انا بشيرها او الشات دي هل هي سكيور ولا لا؟ بتلاقي عندك الملفات اللي بتعمل لها شيرنج مثلا جوجل درايف، اذا كان عندك دروب بوكس، دي كلها سيرفيسز في الكلاود. فبتلاقي انك انت في الاورجنايزيشن بتاعتك انك انت الانفورميشن ما بقت بس هي انترنالي فقط في المؤسسه بتاعتك، بقى عندك تيلي وركرز. يعني مثلا موضوع الكورونا ده بقى كل الناس متحدين على مشتغلين مثلا من بيوتهم، بقت الداتا ذاتها مفرقه في كل الاجهزه بتاعت اليوزرز، في اجهزه اللي هي البرينج يور اون ديفايس مثلا، عندك اللابتوب حقك الشخصي او موبايلك الشخصي مع حق الشركه، بتدخله مع الانظمه تحت الشركه بتاعتك. فالداتا ذاتها بقت يعني هي موبايل، الداتا كلها بقت ما حاجه لوكال بس في النتورك الانترنالي، بس انت تعمل لها مانجمنت. فانت انا شايف ان المستقبل يعني كل الموضوع ماشي على الكلاود، لازم تتاسس عليه وعلى السكيورتي، فما في كلاود من غير سكيورتي. فانا بنصح اي شخص عنده رغبه في انه يمشي في موضوع الشهادات الاحترافيه، حاول ياخذ حاجه في الكلاود، لان المستقبل ماشي على الكلاود حاليا. بس دي الحاجه، هنا حاجات كلها مع بعض، ما بتقدر تعذر نفسك تقول انا مثلا بتاع ويندوز بس وتكفي روحك، في الاخر بتلقى انه السوق فاتك وانت ما قادر تواكب. فالحاجات دي مهمه جدا انك تكون مواكب للتكنولوجيا. نعم، شكرا جزيلا. طبعا برضو دايما انبه يا اخوان، انا حاول برضو اعمل لكم شير السكرين، انه في مجموعه الباحثين السودانيين في عدد من الخبراء قبل كده قدموا ورش مجانيه، تدريب مجاني للاي سي دي ال، وعملنا جروب على راسهم الباشمهندس ابراهيم حمزه. ابراهيم حمزه ده درب عدد من الناس
والمجموعه انا خديت الرابط بتاعها في الشات هنا وخديته برضه في الفيسبوك. المجموعه دي يا اخواننا في ناس يتدربوا في السودان، الزول ده في السودان تدرب ناس اي سي دي ال وامتحنوا ونجحوا، يعني اخر زول نجح انا كنت عارف به لانه مشينا وقدمنا لهم يعني زي اسمه شنو كده، عملنا زي احتفال كده بالقصه دي، والجروب نشط ممكن الناس تخش جواه بتلقى فيه كل المواد للناس اللي داير ياخذوا الاي سي دي ال، لانه في الاوفيس، والاوفيس مهم جدا جدا يعني في المسيره بتاعتك كخريج بتاع اي تي. طيب يا اخواننا قبل ما نمشي للختام بتاع الجلسه دي، رود ماب لكل الشهادات دي جابها لنا باشمهندس مصطفى، فالناس ممكن تشوف فيها هنا ده الانفورميشن سكيورتي لو داير تمشي في الاتجاه بتاع الانفورميشن سكيورتي. هنا ده من كومتيا. طبعا اخوان احنا ما متحيزين برضو لاي فيندر، ما متحيزين للشركه محدده، لكن دي حاجه عملوها الناس كومتيا ولهم الكريدت، فبالتالي احنا استخدمناها زي ما هي. فهم بقول لك انه لو داير تمشي انفورميشن سكيورتي دي الشهادات، ده الخط بتاعك الماشي فوق ده، دي الشهادات اللي ممكن توصلك لاخر حاجه في مجال الانفورميشن سكيورتي، وكذلك الحاجه اللي بعدها اللي هو النتورك والكلاود، الشهادات المطلوبه يعني في سوق العمل. تمام، وبعد كده الاي تي سيرفيس مانجمنت دي الشهادات هنا بالخط الاخضر ده، وبعد ذاك السوفت وير ابلكيشن اند ديفلوبمنت دي الشهادات اللي بتكون انت محتاجه، والتريننج في النهايه ده الجزء الاخير بالخط البرتقالي. انا سالت يعني ناس في المركز القومي للمعلومات وكذلك في هيئه تنظيم الاتصالات والبريد، هل في معهد ولا مؤسسه معتمده لتقديم الشهادات؟ دي واحده من المشاكل اللي عندنا من تبعات الحظر الاقتصادي على السودان، الحظر الامريكي، انه الناس كانت بتمشي تمتحن، يعني معظم الناس امتحنت يا في مصر يا في الامارات يا في الهند يا في كده غيره. فما في الحد الان، ودي يا اخواننا بزنس اوبورتيونيتي، ونحن مستعدين انه نساهم مع الناس في انه يكون في معاهد موجوده، وليس في الخرطوم فقط ولكن في كل الولايات، على اساس انه الشباب السوداني تكون على موجوده في الجامعات ولا تكون في مراكز برا بتاع تنميه الشباب، على اساس انه يكون في كومبتيتيفنس يعني تنافسيه للشباب. دي واحده من اهدافنا احنا في الباحثين السودانيين لرفع التنافسيه بتاعه الشباب السوداني. الجزء الاخير اللي هي التحولات التقنيه ومتطلباتها، قبل احنا ذكرنا الراوتر والسويتش، ذكرها مصطفى في معرض حديثه، في انه والله انت لو عندك سي سي ان اي مثلا بتاع سيسكو انت بتقدر تعمل كونفيجريشن للراوتر والسويتش بتاع جونيبر. الاساسيات ما واحده، زي انا تعلمت سواقه العربيه بعد ده اسوق مرسيدس ولا تايوتا ولا هيونداي، ما كلها واحد، لكن جوا التفاصيل والله قد تكون بسيطه ومختلفه. فاكبر تحول شايفينه احنا حيكون في مستقبل الشبكات اللي هو السوفت وير ديفايند نتورك، مش كده؟ فدايما نسمع شويه من دكتور احمد حول السوفت وير ديفايند نتورك، ونسمع برضه من باقي الشباب. تفضلوا. طيب حقيقة زي ما ذكرت قبل في مجال الشبكات في العشر سنوات الأخيرة بالتحديد حصلت نقلة كبيرة جدا في مفهوم المانجمنت بتاع النتورك. فتقريبا في 2011 تأسست مؤسسة اسمها Open Network Foundation، والمؤسسة جاءت بارتيتكشر جديدة في مجال النتورك، وارتيتكشر حقيقة غيرت مفهوم الإدارة تحت الشبكة، وخلت المسألة تحت الشبكة تعتمد على السوفتوير أكثر من الهاردوير. فالآن كثير جدا من الشركات بدأت تتجه للسوفتوير سويتشز والسوفتوير راوتر، وظهرت مفاهيم زي مفهوم الـ NFV في قطاع الاتصالات. الآن قطاع الاتصالات متجه لتخفيض تكاليف تشغيل الشبكة وتكاليف إنشاء الشبكة لاستخدام الـ NFV. فكرة الـ NFV هو استبدال كل الهاردوير اللي كان مستخدمه في مجال الاتصالات ب سوفتوير بديله لها، واعتماد مفهوم الديس اجريجيشن او الفصل بين الكنترول بلين والداتا بلين، بمعنى انه الديفايس هو عباره عن فوروردنج ديفايس، لكن التحكم فيه بيكون ريموتلي في سوفتوير هو بينزل على ستاندرد سيرفر. المساله دي بدات زي ما ذكرت في 2011. في 2020 معظم الشركات العالمية زي سيسكو هواوي وجونيبر بدت في خلق تراك جديد في مجال النتورك. يعني سيسكو في 2020 خطت مجال جديد اسمه ديفنت، اللي هو موازي للشهادات بتاعت السي سي ان اي والسي سي ان بي، وفيه اربع مستويات زي المستويات بتاعت
الشبكات بتاعتها، بيبدا بالديفنت اسوشيت، بعد ذاك بروفيشنال سبيشاليست و اكسبيرت. ايضا هواوي عملت مسار خاص بالسوفت وير ديفاين نتورك، وكذلك اتش بي، وكذلك شركه جنوبر. فبقى هو مجال الان المجال الثاني في مجال الشبكات اللي بيعتمد على البرمجه. طبعا ازاله العتاد مره واحده وتحويله لسوفت وير هي عمليه صعبه، لكن المساله ماشيه. فالناوي انه يتخصص في مجال الشبكات في المستقبل اخليه يتجه لمجال السوفت وير ديفاين نتورك، لانه الان بدات كل الداتا سنتر، كل المؤسسات الكبيره تعتمد على السوليوشن المبني على السوفت وير ديفاين نتورك، سواء كان في الانتربرايز نتورك او في الاكسس نتورك والتليكوم نتورك، حتى في الكلاود زي ما ذكرت قبل، الكلاود نيتف زي الكيوبينيتس والدوكرز وغيرها من المفاهيم. انا بنصح صراحه الشباب بانه الواحد اذا ما بدا ما يبدا بمساله يدرس مساله تعلم الكونفيجريشن والراوتر والسويتش، لانه هي ماشيه على يد محلال. زي انت عايز تفتش وظيفه في المستقبل، المستقبل حيكون للسوفت وير ديفاين نتورك، لكن حاليا طبعا زي ما قلت التحويل هو ماشي تحويل بطريقه جراديوال لحد ما الناس تتحول للسوفت وير ديفاين نتورك. من الميزه بتاعت السوفت وير ديفاين نتورك انه عمل انتجريشن للتكنولوجي الجديده زي الماشين ليرنينج وشغل الداتا ساينس والبلوكشين والاي او تي، دي كلها بقت سهله جدا انك تعمل لها انتجريشن، ودي برضه مجالات واعده مستقبليه بحكم انه الاس دي ان مبنيه على البرمجه والاي بي ايز، فالانتجريشن بيكون سهل جدا جدا. طيب كثيرين جدا بيسالوني انا ابدا من وين، انا دار ابدا مثلا النتورك ابدا من وين؟ طبعا لازم الواحد يكون عنده فاندمنتال بتاع مفاهيم اساسيه بتاعت النتورك والبروتوكولز والاشياء دي، وفي مجموعه من الشهادات زي النتورك بلس الواحد ممكن يفهم منها الحاجات دي، لكن برضو في شهادات ثانيه متخصصه في مجال السوفت وير ديفاين نتورك زي الاس دي ان اسوشيت من الاو ان اف، وايضا لينكس فاونديشن عندهم شهادات متخصصه في مجال السوفت وير ديفاين نتورك. انا برضو قاعد انصح الناس تخش على لينكس فاونديشن، عندهم بورتال بتاع ليرنينج ممتاز جدا جدا بيدرسوا فوق الاشياء دي. المجال بصورة عامة بيعتمد على البرمجة، لذلك العايز يخش في المجال ده لازم يكون عنده باك جراوند بتاع بروجرامنج، أو يبدأ يتعلم بروجرامنج. البروجرامنج ما عنده علاقة بلغة معينة، ممكن تشتغلوا بالبايثون، ممكن تشتغل بالجافا، لأن هي في النهاية API تقدر تتعامل بها مع أي لانجوج. قبل سنتين شركة أنتل اللي هي اللي بتصنع الشيبس حق السويتش نفسها طلعت بشيبس جديدة اسمها تيفونو، لو سمعتوها تيفونو أنتل، دي تشيبسات قابله للبرمجه بلغه خاصه اسمها البي 4، واعتمدتها سيسكو. انا يمكن قبل يومين كنت عملت ورشه مجانيه وريت الان الابلكيشن الشغال بلغه البرمجه البي 4، وسيسكو واتش بي وهواوي اعتمدوه كاسلوب جديد لبرمجه الشبكات، وعملوا زي هايبرد سويتش بيعتمد على الفيكسد فانكشن وعلى البروجرامبل ديفايسز، وبرضه ده من المجالات الواعده، وانا قاعد اوصي دائما بين الناس تتجه للحاجه دي. شكرا جزيلا دكتور احمد. طبعا في سؤال برضو في الشات جاء عن الداتا ساينس والماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس والنيورال نتوركس وكل الحاجات دي، ودي كلها يا اخواننا بقت امبيدد. انا برضو هشير لكم الشاشه هنا ده عن المنهج الجديد اللي هو قدمته المؤسستين الكبيرتين اللي هم اي تريبل اي واي سي ام. ده المنهج الجديد بتاع الكمبيوتينج، يعني الدراسات بتاعت الحوسبه بصوره عامه، الاي تي، الكمبيوتر انجينيرنج، حتى المجال السايبر سيكيورتي، الانفورميشن سيستمز والانفورميشن تكنولوجي والسوفت وير انجينيرنج، كلها لازم يحصل لها انكمباسنج، لازم كلها تدمج في الداتا ساينس. فده الملف ده برضو موجود، يعني الواحد لو عمل جوجل على الكمبيوتر كيريكولا سيريس ريبورت بتاع 2020 اسمه سي سي 2020 بيوري انه في بارادايم شيفت، يعني بيجي في تغيير في النمط بتاع التدريس بتاع الحاسب. وانا كاستاذ بتاع حاسب لازم المناهج بتاعتي تكون، ومفصل في التقرير تقريبا فيه اكثر من 300 صفحه مفصل فيه في انه كيف هنمشي من النولج بيس كريكولم، من المنهج القائم على المعرفه، الى الكومبتنسي بيس اللي هو القائم على الجداره. والجدارات دي طبعا الحياه بتخاطب الشهادات الاحترافيه، يعني لما تقول انا عندي والله سيرتيفايد من سيسكو ولا مايكروسوفت ولا كده، انت بتقول انه والله انا ده
مش بعرف بس، وانما عندي دليل على تطبيق الشيء اللي بعرفه بصوره معتمده من الشركه نفسها ولا من الفندر يعني الزول الجايب. فالتقرير ده مهم جدا الناس ترجع له، اي واحد في مجال الحاسب الالي يا شباب ويا شابات الناس الخريجين الجداد يا اخوانا ما قاعد تقروا، انتم متعودين على الشيتات ودي اخطر حاجه. الشيتات دي يا اخوانا بتوديكم قدام، انتم محتاجين تقروا، تمسكوا كتاب من الغلاف للغلاف تقروه. فاسس التقرير ده تمسكه من الغلاف للغلاف، لانه زي ما بدك تعرف انت المستقبل بتاع البرمجه ولا مستقبل الشبكات ولا مستقبل امن المعلومات شكله شنو، انت لازم تعرف المستقبل بتاع مجالك ككل شكله كيف. التقرير ده لانه فيه كميه بتاعت ناس الكوميتيز اللي بتعمل التقرير ده من جامعات مختلفه وحتات مختلفه والتاسك فورس من جامعات مختلفه وغيره يعني. فهنا تقدر تشوف كل التفاصيل الاستراتيجيز بتاعته، بيوريك حتى نحن المنهج الفات كان قائم على شنو والمنهج الجاي قائم على شنو والاتجاه بتاع العالم في المستقبل. فلو في اي اضافه في الحته دي شباب في المجالات بتاعتكم الكلاود والبيج داتا ولا كده، انا طبعا مجال بتاع الداتا مايننج فزول عارف انه والله الداتا ساينس دي بقت داخله في كل حاجه، اي شيء اي زول بيعمل اي حاجه محتاج داتا زياده عشان يعرف ويعمل بوستنج للمبيعات بتاعته ويفهم العملاء بتوعونه بصوره افضل ويدخل. وفي طبعا مجالات كبيره جدا في الداتا والاناليتكس، عارفين انه الليل الشركات الكبيره زي فيسبوك ده، فيسبوك ده بيدينا بروفايل مجاني بنخش بننشر بنكتب فيه مناشير وستيتسات وغيره. في النهايه هم بيستفيدوا شنو؟ الفيسبوك بيكسب من كل زول فينا $8، من كل اكتف يوزر في الفيسبوك بيكسب $8. $8 بيفهموا من وين؟ بيعرف والله من الفيلينجز والانتراكشنز اللايكس والشيرز والما اعرف شنو بتاعتنا دي، بيشيل يبيعها لناس دايرين يعلنوا لسيجمنت محدده، بيعمل كلاسيفيكيشن، بيعمل كلاسترنج، بيعمل اسوسيشن، كل التفاصيل بتاعت الداتا ساينس، وبقت داخله في كل حاجه، في شبكات التواصل، في الاي كوميرس، في كل الحاجات كلها داخل فيها الداتا. فبقت ما انه والله يا اخي الواحد داير يعني انا اتخصص في الداتا، انت لو ما متخصص لو عندك اي مجال ثاني انت داير تستخدم الداتا بتاعتك عشان تفهم الشغل بتاعك بصوره افضل يعني. الان مستخدم في الرياضه، الرياضه الان اللعيبه اللاعب ده نديه نشتريه بكم، ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا غيره، الداتا بتوريك بيجيبوا عدد كبير جدا من المباريات اللعب اللاعب ده ويشوف والله الزول ده مرر كم باص، الزول ده كان لما شات الكوره شات بكم سرعه بتاعت سرعه كم كيلومتر في حته كان متوقع والليل عمره كم، كل الداتا دي اللي بيقول عليها داتا بوينتس في داتا سيت كبيره جدا بنعمل منها اكستراكشن للنولج، نستخرج منها المعرفه ونحدد نقول والله يا اخي اللاعب ده الماركت فاليو بتاعته كده، لدرجه انه اخواننا في لعيبه مشهورين جدا كانوا مشهورين الليله بيلعبوا مجانا يعني اسمه نودا السويدي ده ابراهوفيتش ولا منو لعب مجانا اخر حاجه بيلعب مجانا عشان هو والله شغوف وداير يكون في الجيم، لكن الماركت فاليو بتاعته بالديتا ساينس وبيستخدموا ناس دوري السله الامريكيه الام بي اي يوروك انه والله يا اخي اللاعب ده بيسوى كم بالضبط. فالديتا ساينس والبيج داتا والكده بقت داخله في كل مجال، ما في زول بيقول انه والله يا اخي المجال بتاع الداتا ده ما ينفع معايا. فلازم يا اخواننا التقرير ده هو تقرير موجود من اي تريبل اي، ممكن الناس تصليه بجوجل سيرش يعني فتش على الاي تريبل اي واي سي ام ال 2020 سي سي 2020 ريبورت بتلقى التقرير موجود بي دي اف فايل ممكن تنزله. فلو في اي اضافه ثانيه من البانل قبل ما نفتح ربع ساعة للأسئلة والأجوبة، في أي إضافة يا شباب؟ أي أنا عايز أضيف نقطة دكتور أنور، دائما إحنا عندنا السؤال اللي هو الماركت محتاج شنو أسي، وأنا بعتقد إن السؤال الأصح اللي هو الماركت ماشي عليه وين، يعني زي ما قال محمد الخاتي مزرعة شجر أسي ولا زرعة قبل 20 سنة. فلما يكون لما إحنا نكون عارفين إنه الماركت ماشي لوين بنقدر تبريدكت نوعا ما نوعية التكنولوجي اللي حتكون موجودة أو اللي حتظهر أو اللي حتفيدنا. بمعنى يعني حاليا زي أسب انطلاقا من السي سي 2020 بتاعت الاي تربل اي، أنا عايز أقول لك تأكيدا لكلامك ده، حاليا بقت فيه زي ثلاثة كرايتيريا أو ثلاثة عوامل بتحدد شكل التكنولوجي المستخدمة في السوق. يعني أول حاجة عندك fast time to business اللي هي الحتة بتاعت زمان بقت والله أقعد to plan to build to run to operate الموديل بتاع السيرفيس داك
انتهى بقت الحياه اغلبيتها سريعه بلاج اند بلاي، زي انك بتخش على الكلاود يبلد سيرفر وذات سيت، ضل ما بتاخذ معك 5 مينتس. بقي عندك الحته الثانيه اللي هي بيسموها الفاليو اوركستريشن. الفاليو اوركستريشن دي اللي هي تبقى تاخذ سيرفيس عباره عن باكج متكامله، يعني بيكون فيها ما يشملها السكيورتي، يشملها مثلا الداتا ستورج، يشملها التخزين، تكون مشموله بالنتورك والى اخره، وبقت كسوليوشن اكثر من انها سيرفيس. والحاجه الثالثه والاخيره بقت اللي هي السيرفيس المتاحه يكون فيها الانوفيشن بارتنرشيب، زي ما قال دكتور احمد يكون فيها المساحه بتاعت الانتجريشن بسوفت ويرز مختلفه او بي بي اي تولز مختلفه والى اخره. فدل الثلاث عوامل اللي بتحدد المسار بتاع السوق، وبالتالي بيقدر الانسان تو بريدكت اي تكنولوجي ممكن تو ستاي في فتره اطول وبالتالي يمشي عليها يعني. نعم، في اي مداخله اضافيه مصطفى، محمد الخير، محمد الخاتم في الاطار ده؟ طيب انا هقوم اعمل شير للسكرين برضو يا اخوانا لمجموعه الباحثين السودانيين، ل اللي هو الملف اللي ممكن تلقى فيه كل المجموعات الفرعيه التابعه لمجموعه الباحثين السودانيين. الداتا ساينس والسايبر سيكيورتي والانترنت اوف ثينجز والماشين ليرنينج عندهم مجموعه محدده ممكن الناس تصليها. لو دخلنا هنا الجروب بتاع الباحثين السودانيين بنلقى هنا ده الاباوت مور، ايوه هنا في مور، في اباوت دي بنلقى مور سي مور، بننزل تحت هنا ده بنلقى دي الحاجات بتاعت الكوميونتي. هنا ده بنلقى ويب سايت، لو دخلنا على الويب سايت ده بنلقى المجموعات الفرعيه بتاعت الباحثين السودانيين. فالمجموعات الفرعيه دي بنلقى في ملف فيه كل المجموعات الفرعيه، من الحاجات اللي لها علاقه بالمنح الدراسيه والى اخره، وعندنا النادي بتاع اللغه الانجليزيه مستمر والمنح الدراسيه زي ما قلنا، وبعد كده في مجموعات بحثيه متخصصه مثلا دي ناس النيرو ساينس، دي الداتا مايننج والبيج داتا والانترنت اوف ثينجز الى اخره، دي كلها موجوده في وبيديروها ناس يعني متخصصين ومحترفين. عندنا دكتور عندنا برضه اوبن نتورك في مجموعه لكن طبعا موجوده ما نشيد حقيقة. نعم في الفيس، لكن ان شاء الله الفتره الجايه نبدا ننزل فيها اشياء. ممتاز. في مجموعه يا اخوانا بتاعت بلوك تشين، يعني الناس المهتمين بالديجيتال كرنسيز، ناس بيتكوينز وغيرها، في مجموعه متخصصه وفي ناشرين فيها يعني دراسات بتاعت ماجستير وغيرها، فالناس تخش المجموعات دي وتستفيد منها. في مجموعه بتاعت البرمجه للاطفال سكراتش، وتفاصيل كثيره جدا. احنا طبعا يا اخوانا في الجلسه ما بنقدر نغطي كل حاجه، لكن بنفتح المجال بس لانه نتناقش في الحاجات المهمة الممكن نبدأ منها. في الفترة الجاية إن شاء الله هنعلن عن عدد من الكورسات اللي هتكون مدفوعة وبواسطة المحترفين، الناس اللي قدموا وعصارة يعني جهدهم. دعنا نشكر أخواننا جمعية محترفي تقنية المعلومات والاتصالات في قطر، مؤسسة هنا باشمهندس محمد الخاتم، والمكتب الاستشاري بتاعه معانا هنا أستاذ حاتم زكر بيل محمد الخير، قال إنه ساعده في بداية الكارير بتاعه، فلهم التحية جميعا. ونشكر كمان كل الناس الحضور من الزملاء والزميلات الأساتذة والأستاذات اللي هم عندهم خبرة كبيرة جدا. احنا اخواننا ما عندنا منصة لحد الآن موحدة بتجمع ناس تقنية المعلومات والاتصالات على اساس انه يتشاركوا يعني التجارب بتاعتهم، فبنحاول نعمل الايفنتس زي دي والناس تتواصل مع بعض، لانه بيهمنا كلنا مستقبل وكفاءة وتنافسية يعني الطالب والباحث والشغيل السوداني يعني. فلو هنفتح المجال لمده ربع ساعه فقط، في لو في اي اسئله الناس ممكن تستخدم خاصيه رفع اليد في زوم. رجاء يا اخوان الواحد يعرف نفسه ويخش طوالي في الموضوع، السؤال بتاعه ولا الاضافه بتاعته. في 15 دقيقه هناخد اكبر قدر من الاسئله اللي ممكن ناخدها. مصطفى انت جاوبت على اسئله في فيسبوك، فلو في اي اسئله اضافيه ولا كده الناس ممكن تتابع هنا ده. برضو يا اخوانا نشكر باشمهندس عمار سعيد، عمار صديق هو موجود معانا هنا ده، وهو برضو من المشرفين بتوع الباحثين السودانيين، مصطفى جعفر من مشرفي الباحثين السودانيين،
وكل واحد فيهم يعني بيقوم باعمال عظيمه جدا. نشكرهم جزيلا على كل الشغل بتاعهم اللي عملوه في الفتره اللي فاتت. عمار يعني في التعليم الالكتروني قدم شغل كبير جدا هو ومجموعه من المتطوعين والمتطوعات، نشكرهم جزيلا. طيب ابراهيم هاشم اتفضل، السؤال بتاعك اتفضل، اعمل ان ميوت. السلام عليكم دكتور انور. والله يعني البرنامج جميل جدا، يعني الوركشوب، وحقيقه الواحد يعني استفاد كثير من الخبرات الموجوده. انا طبعا دكتور احمد عبد العزيز يعني صديق عزيز شديد علي، يعني من الدفعه اللي كنا في جامعه الملاية، وتخرجنا يعني خلصنا الدكتوراه. فانا طبعا في مجال البيج داتا، فبس عايز اضيف حاجه يعني مهمه جدا يعني في مجال البيج داتا. طبعا من المجالات الوائده جدا يعني الان داتا ساينس واحده منها. طبعا فكره البيج داتا دي هي مربوطه بالداتا ساينس، بس التكنولوجيا الان مستخدمه مختلفه شويه يعني من التقليديه الموجوده، مثلا الداتا بيس او البرامج الموجوده بتاعت الداتا مايننج. فظهرت مثلا هادوب، واحده من الفريم وركس اللي اصبحت يعني مستخدمه كثير يعني في اغلب الشركات الكبيره بقت تستخدم مثلا زي هادوب. فانا بشجع يعني الشباب الجداد اللي عايزين يخشوا المجال بتاع الداتا ساينس يحاولوا يعني يدرسوا كورسات متخصصه في مجال البيج داتا زي هادوب مثلا. كلاوديرا هي شركه متخصصه يعني بتقدم شهادات، وهي شركه اصلا عندها البلاتفورمز بتاعت البيج داتا لانها هي اوبن سورس، وهم اخذوا الاوبن سورس وعملوا منها انترفيس اسمها هيوب ومعها كل الكومبوننتس بتاعت الهادوب يعني. فممتاز جدا، وفي وظائف كثيره الان متاحه يعني. برضو الناس اللي بيشتغلوا في الداتا ساينس في موقع اسمها كاجل دي مهمه جدا يعني، ما بيحتاج الان انت تنتظر يعني شخص يقدم لك مشروع وكده، ممكن تخش كاجل بتلقى مشاريع. هي عباره عن تشالنج يعني، تاخذ تشالنج واحده من المشاريع الموجوده، تحاول تطبق الالجوريزمز اللي انت تعلمته او كده. فبعد منهم بيقروش يعني، ممكن يدفعوا لك مبلغ محترم يعني، فبيتطور الشخص يعني. الواحد لو حاول يخش في المجال ده، في الرابيت ماينر برضو، ناس ساس برضو شركة معروفة مشهورة في المجال بتاع الداتا اناليتكس. فدي كلها موجودة الآن ومتاحة. كورسيرا بتقدم كورسات كثيرة في المجال بتاع ماشين ليرنينج، ارتفيشال انتليجنس، الحاجات دي يعني. ف مجال وايد، ومجال برضو عندها مستقبل، وأغلب الشركات الآن بقت تحتاج لمتخصصين في المجال ده يعني. فأنا بشجع كل حد. أنا حقيقة يعني بس داير أقدم نقطة بسيطة في حتة الشهادات دي. أنا واحد من الناس اللي عملوا شهادات كثيرة يعني، زي ما قال دكتور أحمد يعني، زول مفروض ما يعمل بس شهادات وينتظر. فأنا من 2008 بعمل شهادات ل 2012، وما اشتغلت بواحدة من الشهادات دي. عملت شهادات بتاعت سيسكو، سي سي ان اي، سي سي ام بي، سي سي ان اي سكيورتي، شهادات بتاعت مانجمنت، ايتل، برنس 2، اول يعني الشهادات دي كلها ما اشتغلت بها. في النهاية عملت دكتوراه، والآن شغال أستاذ في جامعة الشارقة هنا في الإمارات يعني. فحقيقة الواحد يكون عنده بلان، هدف يعني، يكون هدف، وحتى لو بس فقط اخذ الاي سي دي ال يعني الشهاده دي ممكن يلقى بها وظيفه وياخذ راتب احسن من اللي بياخذ الشهادات دي كلها يعني. فمهم جدا انك يكون عندك هدف وركز عليه وجوده يعني، جوده وان شاء الله بتلقى. في حاجه برضه مهمه في حته التقديم، والله ده انا يعني استفدت من واحد باكستاني زميل يعني، فبقول له ابراهيم سياسة التقديم دائما انت ما تيأس، حاول تقدم مثلا لو رسلت 100 ابلكيشن سي في لشركات مختلفة، يعني تشانسس انك تلقى واحد من الشركات دي يرد لك عالي جدا يعني. لو رسلت 100 بتلقى واحد.
فالناس بتكسل يعني، الواحد بيرسل لشركة واحدة بتنتظر، لو ما جاءه خلاص بيقول إنه يعني بيكون ديسكارج يعني. فحاول دائما قدم 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 لا من تلقى وظيفة إن شاء الله. فجزاك الله خير دكتور أنور والشباب الموجودين كلهم. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم على الإفادة. دكتور أنور يا أخي أنا بس داري أحيي أخونا إبراهيم. يا سلام. حقيقة إحنا دفعة درسنا سوا في لاب سوا. وإبراهيم ده بالمناسبة يا إخواننا كتب لي ورقة حصلت على أعلى سايتيشن في السفير كلها. إن شاء الله. يعني داتا بيز زي دي ضخمة يكون فيها مجموعة كبيرة جدا من الجيرنالز وملايين الأوراق العلمية. ورقة بتاعت إبراهيم ده حتى جاءوا خطاب في الجامعة يعني شكروه على الحاجة دي. أكتر ورقة في مجال البيج داتا وجد السايتيشن الآن تقريبا السايتيشن بتاعه قريب الألفين سايتيشن. فالراجل ما شاء الله في المجال ده هو باعه كبير وعنده كونتريبيوشن، عنده أوراق ناشرة كثيرة في المجال يعني. ممتاز جدا. معنا دكتور إبراهيم إن شاء الله تقدم لنا يعني سلسلة كده برضو متخصصة أكثر في موضوع البيج داتا. تمام، يديك العافية. طيب الأمين الدين تفضل أعمل ميوت. السلام عليكم ورحمة الله. Actually اسمي حمد الأمين جيلاني، أنا خريج سكول أوف ماس و CCIE Routing Switching Data Center Collaboration. شغال في AT&T كندا وبنعمل supporting ل CIBC Bank هي في كندا وفي أمريكا وفي يعني أوروبا وكذا. ف المشاركة بتاعتي كانت يعني إننا بنتكلم عن الشهادات بالنسبة لنا في السودان وكده. أفتكر إنه لو كان في supporting لهم للجامعات، أنا حاولت إني قبل كده يعني أساهم في دعم جامعة خرطوم ب routers switches tenor servers يعني equipment ذات بتحتاج الجامعات، لأن الشهادات دي تفتكر إنها حتكون غالية جدا بالنسبة للناس في السودان يعني، وخصوصا للناس اللي كانوا يعني بيعتمدوا على اسرهم وكده. ف انا بحاول او يا ريت لو الجروب كان بيحاول يعني يدعم الجامعات السودانيه بالايكويبمنت، خصوصا في الشركات اللي بتحاول انها تتخلص من الايكويبمنت دي ترسل للجامعات اللي هناك موجوده في السودان. حاليا نحن هنا تقريبا شغال في CIBC بانك عندنا بعض الإكويبمنت اللي هي تقريبا حصل لها out of support from Cisco. دي الإكويبمنت دي طوال الشركات بتطوري تعملها كرانش تحاول تخلص منها في دمروها وكده. الإكويبمنت دي لو رسلناها للسودان بتعمل فارق كبير جدا بالنسبة خصوصا بالنسبة للجامعات أو المعاهد الصغيرة، على أساس إن الطلاب يكون عندهم hands on the equipment يعني، لأنه المحاضرات دي حتى لو أخذت يعني theory لغاية السنة الجاية you are doing nothing يعني. يعني if you are not practicing you are not gonna do anything, you are gonna forget it right away next day. فدي المشكلة هنا كانت دائما بتكون المشكلة إن الناس ما عندها hands on في ال IT، عشان كده دائما ما بكون عندهم فرص لين يعني يتقدموا او يعني لقدام يتقدموا فرص لي شركات كده، مع انهم بيكونوا يعني qualified very qualified. انا خلصت CCIE routing switching وقبلها لغايه ما وصلت CCIE انا ما شفت راوتر ولا سويتش، ما بديت الا اشوف الراوتر ولا السويتش في اللاب يعني. بعد ما اشتغلت بديت اشتغل لابات وكده حتى بعد كده جيت أشوف الراوتر والسويتشز. وأفتكر إن السودانيين هم عندهم يعني intelligent by default زي ما نقول، ممكن نقول by default أو by nature، لكن تبقى المشكلة إنه كيف إنه ندعمهم بالequipment دي. زي ما قلت أنا حاولت سنة 2019 أدعم حتى سكول جامعة خرطوم، حاولت أدعم السكول لأن خريج السكول، حاولت إني أدعم السكول لكن كان في مشكلة إني أودي الراوتر دي كيف هناك. وحاليا عندي راوترز كثيره جدا من وسويتشز يعني عندي لكن عملنا بعد الابديت لبعض الاكويبمنت، ف عندنا
الأشياء ده موجودة، لكن كيف إني نرسلها السودان وكيف إن الجامعات ممكن نتواصل معها أو كيف ممكن نرسل لنا خطابات على أساس إننا نتعامل في المجال ده، فهذه تبقى المشكلة، لأنه أعتقد فعلاً يعني الناس هناك محتاجين فعلاً خصوصاً في المجال بتاع الكوميونيكيشن، لأن أنا هناك يعني خلال وجودي هناك في السكول سألت من السبيد بتاعة الإنترنت هناك وقاموا قالوا لي 3 ميكس، أنا هنا في البيت عندي 1 جيج، فكان فارق كبير جدا انه فعلا يعني انت كيف حتتعلم اذا كان مثلا ما عندك اذا كان الانترنت بتاعك 3 ميكس في جامعه يعني كلام عن جامعه. فانا افتكر انه لو كان تركيزنا شويه ان ندعم الجامعات هناك في السودان بالاكويبمنت اللي موجوده عندنا فده از جونا ميك ا بيج ديفرنس. شكرا. شكرا جزيلا باشمهندس حسن لمين. طبعا احنا كان قبل كده ودينا اجهزه يعني وزعناها في جامعات مختلفه، لكن بتلقى التكلفة بتاعت الشحن يعني بعض مرات أحسن تقوم تدعم لك حاجة زي تيست أوت. ما أعرف أنا لو الناس بتعرف تيست أوت ولا لا، استخدمناه في التدريس في الجامعات وهو عبارة عن سيميوليتر يعني شهادة بتاعت A بلس مثلا ولا 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 نتورك بلس ولا A بلس بتاعت الهاردوير، بتلقى فيه تيست أوت ده عبارة عن يعني بيديك سيميوليتر سيميوليشن انفايرمنت بتخش جواها مثلا دارت تفرتق لك جهاز بتاع سي بي يو وتركبه ثاني، لو ركبت سيلك غلط ولا خديت لك اي هاردوير رام في حته غلط ولا بتاع طوال بيقوم بيديك صوت ينبهك انه خديته غلط، فكانما انت شغال في سي بي يو. في اكثر من مشكله في موضوع نقل الحياه للسودان رغم اهميتها. انا بتفق معك انه والله الواحد قدامه راوتر ما زي ما انه والله يقراه في النظريه ولا كده، لكن في مشكله برضه بتلاقيك في الجمارك، في مشكله بتلاقي في المواصفات والمقاييس، في حاجات لها علاقه يعني في ناس بيفتكروها بالذات السياسيين بيقوم بيدوروا الموضوع ده في انه والله يا اخي شوف الناس جابتين النفايات الالكترونيه عشان يتفنوا في السودان، وفي حاجات زي ده قبل كده يعني كنت قريب لها وشفت كيف الحاجه بتضيع وسط الجوطه بتاعت السياسه دي. لكن لو عندك اي انتنشن في انك تعمل الموضوع ده خلينا نتعاون يعني مجموعه الباحثين السودانيين المحترفين في تقنيه المعلومات في قطر معاكم بهناك، وشوف اي باديز ثانيه نشوف كيف ممكن نظبط الموضوع ده بحيث انه مثلا نقول يكون في 10 راوترز في كل كليه بتاع اي تي في السودان، نكون حريصين انه تصلهم هناك ولا بتاع، لكن كمان يعني الناس تكون حريصه عليها هناك ونعرف منو الكونتاكت بوينت الزور اللي حيكون مسؤول منها ومنو الزور المؤهل في انه يدرسها، الكلام ده كله لازم يكون معروف. في الدايلاما برضه بتاعت الناس اول ما تتدرب وتعرف بتكون طوالب تغترب، بتكون انت كانك شغال بتنمي الناس لسوق الخليج ما لسوق السودان، ويكون ما في سوق بتاع اي تي في السودان ليوم القيامه يعني، لانه اي زول مدرب وعنده مهاره حيقوم يتخارج يعني. ففي حاجات كثيره محتاجين نناقشها كمختصين في المجال، وبيهمنا مصلحه المواطن والوطن ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. طيب ناخذ مداخله اخواننا منير بعد سليمان بعد عمر وحنقفل ان شاء الله الجلسه. منير اتفضل. السلام عليكم، مساء الخير على الجميع، كل الباشمهندسين لكم التحية والاحترام والتقدير على السيشن الجميل. والله يا أخي بس يعني أنا ما أعرف أسميها مساعدة أو سؤال أو شنو، لكن يعني ما أعرف أبدأ من وين. المهم قايته نحن أنا خريج بتاع تقنية معلومات جامعة كردفان، بعدها اشتغلت خدمة عملاء في زين، فأغلبية يعني الطلاب بتاعين تقنية المعلومات يعني بيشتغلهم الشركات في السودان دائما في خدمة العملاء، فبالتالي التخصص بتاعهم بيضيع يعني. حتى لو شخص عمل شهادات مثلا عملت لاي درست كورس بتاع امتحنت لاي سي تيل وعندي سي سي ان اي، لكن ما امتحنت في السودان عشان لان اصلا امتحان ما في. انا حاليا مقيم في قطر، من الحاجات اللي أنا واجهت هنا نفسي الموضوع اللي أتكلم فيه والشخصي حاليا إنه ما في يعني تطبيق عملي للحاجة الشخص الطالب الدرسة. حتى أنت لما تجي هنا بتلقى سوق العمل عشان أنت تخش لسوق العمل بتلقى صعوبة شديد عشان لأنه أصلا أنت يعني الحاجة درستها نظري وما يعني ما طبقتها عملي. فيعني بطلب يعني من المهندسين يعني اليوم باع كبير في قطر يعني يساعدونا في المجال عن طريق ويرش، يعملوا لنا ويرش الميم حاجة تأهيلية كده عشان نحنا نقدر يعني نواكب السوق يعني بتاع الوظائف هنا.
فحاليا يعني احنا الواحد بتلقى عنده معرفه لكن في العمل بتلقى ضعيف صراحه، ما اكذب بتلقى يعني بتلقى الشخص ضعيف. فيعني تعملوا لنا ورش، تعملوا لنا اي حاجه تساعدونا بها، عشان لانه انت وفقا للخبرات الجايبه من السودان يعني هتشتغل. وصلت يا منير الموضوع ده، طبعا ده الهدف بتاع سيباك يعني الجمعيه دي اصلا اسسها محمد الخاتم ده ومعه باقي الشباب اصلا للهدف ده، لما نحسوا انه والله في حوالينا خريجين بتوع الاي تي واتصالات وبتاع وما مجهزين لسوق العمل، ده كان الهدف الاساسي انه هو بتاع ده. لكن طبعا شخصيا لو سالتني انا انور ده، انا ده بقول الناس تتاهل في السودان قبل ما تجي قطر او تمشي اي حته ثانيه في العالم. ده تقديري انا الشخصي، لانه التكلفه بتاع تاهيلك في قطر هنا ده بير داي اعلى بكثير جدا من تاهيلك في السودان، مش انت شخصيا لكن اي زول ثاني. انا الليله لو اخذت لي كورس على سي سي ان اي في السودان ما في مقارنه. يعني احنا في باحثين السودان مثلا قدمنا الكورس بتاع البي ام بي للناس مجانا، وعدد من الناس استفادوا منه يعني، وفي ناس اخذوا الشهاده الاحترافيه وكده. الكورس ده هنا ده اقل ما حد بيدرسه في قطر ب 1500 ريال. في السودان ما بيصل المبلغ ده نهائيا. فانت لو شفت التكلفه للزول بتاع تاهيل الزول وهو قاعد في قطر عاليه جدا مقارنه بانه تاهيل الزول في السودان. فاحنا قدر ما نحاول نهاجم المشكله في حتتها افضل، ويكون في تواصل للناس الدارية يشتغلوا في قطر ولا الامارات ولا السعوديه مع المجتمعات بتاعت الاي تي في الحتات الثانيه. مثلا اذا تجي السعوديه تتواصل مع المهندسين في السعوديه ولا في الامارات ولا كده، يوروك الحياه المطلوبه التاهيل بتاعك. لانه لما تجي هنا ده تحتاجي ودفع قروش والاحباط ذاته بتاع انه زول ما شغال والى اخره، فالحياه دي بتتراكم. وبعد ذلك تبقى في المشاعر دي الحزينه بتاعت انه والله يا اخي ما في زول ساعدني وغيره وغيره وغيره، في حين الحياه دي كان ممكن تنتهي قبل ما تركب الطياره من هناك تجي. لكن ده هدف سيباك، وده محمد الخاتم باشمهندس محمد الخاتم قاعد يقول معلش نعم بس تنبيه بسيط. يعني انا ما بتكلم عن الجانب النظري، انا بتكلم عن الجانب العملي. فالجانب العملي زي ما ذكر لك الشخص اللي كان قبلي بيتحدث انه يعني الماتيريالز او الادوات ما متوفره، يعني شنو ما متوفره في السودان، اي في الجامعات او حتى في يعني في المعاهد اللي انت ذاته بتدرس فيها الكورسات دي، يعني ما بصوره كافيه. فانا يعني بتكلم عن انه مثلا شنو تعملوا لنا حاجه ورش كده اسعافيه، يعني بعلاقاتكم مع الشركات مع اي حاجه يعني تزعفونا بها. يعني احنا المعرفه عندنا لكن الجزء بتاع العمل التطبيق، انا بتكلم عن النقطه دي ما بتكلم عن انه الدراسه. مثلا زي باشمهندس حاتم بلا، يعني ان شاء الله يعني نعم. ساعات معينه كده مفهوم الواحد خلاص النقطه وصلت تماما، ودي حاجه طبعا باسف للاطاله يعني. لا ولا يهمك، الدوره بتاعت المكتب التنفيذي يفترض ان يكون عندها برامج والدورات الجايه وكده. تفضل احمد الخاتم. بس انا برضو بقول له انضم للجروب واحد من الجروبات بتاعه سيباق، ما عارف انت عندك ال ايوه منضم لاي واحد من الجروبات ولا لا، هل سمعت بها هنا هي في قطر ولا لا؟ لكن anyway في الصفحه بتاعتنا في الفيسبوك موجوده، ممكن ترسل في as a private message ونحن هنرد عليك ونرسلك رقمك هناك، انا باعتبار منضمك للجروب وتشوف كل الحاجات الموجوده. لكن برضو انا زي ما قلت لك يعني ممكن مصطفى يحفر هنا، مصطفى يحفر عنده باع الموضوع عن التاهيل السيلف ليرنينج. يعني في اشياء كثيره جدا انت ممكن تقدر تعرفها من خلال طالما عندك لابتوب وموجود قاعد في البيت وعندك انترنت، انت قطعت يمكن 70% من المشوار. موضوع انك انت تشوف الموضوع بتاع 30% ده بعد الشغل اتس اوكي. ما هو المشكله هنا يعني زي ما قلت لك في السودان يمكن يعني يمكن من علاقات ممكن تقدر تريننج. انا ما شفت هنا في شركه بتعمل تريننج للشباب نهائي. الحكومة هنا مثلا القطرية عندها بروجرام للمواطنين ولناس، لكن هي ما مسؤولة عنك انك تدربك يعني مثلا او غيره او تعمل لك، فعشان تقدر تتحصل على فرصة بتاعتك الحاجة دي. طبعا احمد يفترض ان البرامج بتاع التدريب وتأهيل الخريجين ده برنامج يعني حكومي في السودان، يفترض ان والله الناس تخرجت، لانه يعني الناس حتى يتخرجوا في سياسات واستراتيجية الدولة مفترض يتخرجوا وفقا لحوجة سوق العمل يعني في اتجاه محدد بيسوي. احنا الواضح انه عندنا اوفر برودكشن في الخريجين، يعني عدد الخريجين اكبر وكثير جدا من ما يتيحوا سوق العمل، الحاجه دي واضحه. ففي حاجات كثيره الناس بتحاول تقدم الشيء اللي بتقدر عليه، لكن في حاجات ما يعني تكون اكبر من حتتها. يعني الفكره بتاعت الشادوينج دي من الافكار الكويسه ممكن الناس تحاولها،
يعني انا مثلا شغال في وظيفه والجهه بتاعت العمل بتاعتي انا كويس، مالي يدي منه وعلاقاتي معاهم كويسه، اقول اخوانا الله عندي زول جايب بنزله. انا عملتها قبل كده، نزلت زول معي تريننج في 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 واحده من الجهات اللي كنت شغال فيها، فاخذ خبره يعني، اشتغل عدد من الشهور خبره عمليه وانجز، وبعد ذلك طلع مجا مننا يعني. لكن ما كل الناس بتكون عندهم الفرصه دي، وما كل وما بتجي كل يوم يعني كل وقت. بس انا زي ما بقول لك، نعم انت لمنير اخونا منير، انت بس رسل في الصفحه اذا ما منضم لنا، اذا في واحد من الجروبات انا ادمن فيها كلها، حاول رسل لي انا محمد الخازن، بتلقى اسمه موجود يعني في 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 البايو بتاع الواتساب نفسه. دي نصيحتي لك انت كده، تواصل وخلينا نتواصل نشوف اللي حصل شنو، انك انت محتاج شنو الحاجات دي، وبعدين نقدر الحاجه اللي نقدر نقدمها بنقدمها لك يعني، ويل دو اور بيست. ممتاز، شكرا جزيلا. اي واحد من الشباب الموجودين، لكن نعم. برضو انا برضو رجعت لحاجه قبل كده، اخونا مصطفى جعفر كان عنده فكره يعني، مثلا بالنسبه للابات زي الموجوده في كندا وغيره، على اساس ان احنا نعمل فيرتشوال لاب، اساسا يكون عندنا سيرفرات في حته معينه، يكون عندنا راوترات في حته معينه، والناس تعمل عليها اكسس يعني، اكسس من اي حته في يعني، ما بالضروره انه الراوتر يكون قاعد قدامك عشان تقدر تشتغل عليه، ما هو انت تقدر تعمل عليه اكسس من السودان، وطبعا انه كان من السودان او من اي حته ثانيه. الناس ممكن برضو بمعاونه المؤسسه بتاعت الباحثين السودانيين واعضاء والناس اللي برا، ممكن نقدر نشوف الحاصل شنو، او المشروع ده ممكن يكون ينجز، وفي نفس الوقت تقدر تستفيد منه ناس جوا اكثر. نعم. طالما عندك انترنت ولابتوب ممكن تقدر تعمل اكسس وتقدر تشتغل على اللابات والسيرفرات دي. ممتاز جدا. طيب يا اخوان عندنا بس مداخلتين. اضافه بسيطه يا دكتور نور، انه حاليا في كثير من السيميوليشنز يعني، ممكن في تقريبا في بوسون او حاجه زي دي يا اخي، ما في سيسكو اكاديمي برضو يعني، فيها في كميه من حاجات السيميوليشن ممكن تشتغل بها، ممكن تنزل في ام وير ورك ستيشن لو عندك شغل بتاع ويندوز سيرفر يعني، بس بيحتاج انك يكون عندك جهاز ممتاز، مواصفات الرامات كويسه، ففي حلول يعني ممكن تقليل لك الموضوع بتاع نفس الخبره العمليه دي بتنزيل السيموليشنز. وفي زي ما ذكر استاذ محمد الخاتم، عندنا كان خطه لكن الناس بس ما اتفقت عليها، انه يتعامل زي لعب، لكن لازم يكون في دوله فوق الانترنت يعني الجوده فيها كويسه، وممكن يتعامل يعني لاب صغير كده الناس تشتغل فوق، وكل اذا كان عملت نتورك سيمبل كده فوق راوتر سويتشز فوق سيرفرز، فدي بتكون بدايه كويسه يعني للشباب. معلش طيب لمين عندك اضافه في الحته دي؟ يا بالنسبه للسيميوليشن لايك جي ان اس 3 و يعني زي بروفايدد باي سيسكو، السيميوليشن ده بالنسبه للشخص المبتدئ ما بتديك يعني الريال فيلينج للديفايسز اللي انت شغال فيها. سيميوليشن دي بالنسبه لشخص مثلا قبل كده اشتغل في راوترز، شاف الراوترز والنويز اللي بتطلع منها، كيف انه مثلا يشيل الكيبل يربطه بكيبل فايبر يو اس بي، يعني اشياء البيزك دي لازم انت تشوفها قدامك على اساس انك تبدا منها. بعد كده سيميوليشن يعني عندك مثلا النكسس، ما عندك مثلا امكانيات كثيره. بالنسبه للنكسس ولا يعني في زي راوترز وسويتشز ذات يعني فيري اكسبنسيف، يو كود نوت دو ات او يو كود نوت باي ذم، ففي الحاله دي انت ممكن تستخدم السيميوليشن، لانه سيسكو عندها يعني فيري عند لابس للسيميوليشن للاجهزه اللي زي كده يعني الاكسبنسز ديفايس ذات يو كود نوت باي، يو كود هاف ا سيميوليشن. لكن بالنسبه للشخص مبتدئ محتاج بفعلا لراوترز، والراوترز رخيصه حاليا، الراوتر مثلا ب $50 او ب $40 بالنسبه لل 65 لل انا ما اعرف تقريبا 2500 سيريز سيسكو راوترز، ولا الكاتاليست سويتشز دول افتكر انه بيكونوا رخيصات جدا يعني، هنا في تقريبا في كندا ما بتعدوا $40-$50، وحتى مرات بتلقاهم يعني برا في الشارع موجودات، كم مره لقيت لي في العمارة جايبة يعني موجودة يعني راوترز ناس بيرموها يعني. تمام. طيب ناخذ مداخلة يا اخوان من سليمان، اعمل ام ميوت لو سمحت.
طيب بدء أنا أشكرك يا دكتور وأشكر كل الناس اللي تحدثوا. يعني الحمد لله حاجة كويسة جدا إنه الناس تحاول تساعد بعضها في المجال ده. أنا بحب أشارك أو من خلال خبرتي، أنا في السودان اشتغلت زي 20 سنة في different domains في الـ IT، وكنت في واحدة في من الوزارات الاتحادية اشتغلت في مشاريع كبيرة جدا بتاعت IT في الدولة. مداخلتي الأولى دار أتكلم عن إنه واحدة من إشكالات أنا لمستها في خلال عملي أنا في الفترة دي، إنه يعني دائما الزول بتاع الاي تي بيكون بارت من الهيكل الموجود، الهيكل الإداري الموجود في المؤسسة، وده بيحد بصراحة من قدرات الزول المتخصص في المجال. فبتكون في إشكالية كبيرة جدا إنك إنت بعد فترة من الفترات بتلقى نفسك إنت بيعاملوك زيك وزي باقي الموظفين التانيين في درجاتك الوظيفية في خبراتك، وبعد مرات حتى ممكن يقوم ينقلوك من إدارتك المتخصصة دي لإدارة تانية وتشتغل شغل تاني وكده. فياريت تكون واحدة من التوصيات إنه هنا في البلد يكون في يعني يكون في هيكل فني موازي في المؤسسات والشركات الحكومية. وده برضو بيغضني لأنه نحن مهما كان البيز بتاعك شنو، أنت في الآخر بتصل مرحلة أنك أنت تمنج some people يعني. فدي برضها دائرة skills ودائرة حاجات مختلفة، ودائرة أنك أنت يعني تبيلد الحكاية دي ما تفوكس only على الشغل التكنيكال وكده. دي المداخلة الأولى. المداخلة الثانية، قبل واحد من الأخوان تكلم عن الـ software development، وواحدة من التشالنجز اللي نحن اللي بتلاقينا نحن هنا في السودان إنه الفرص هنا ضيقة جدا، وفي كمية من إشكالات. وأنا بعتقد إنه واحدة من الإشكالات الأساسية حقوق الملكية الفكرية، يعني دي واحدة بتخلي الناس إنه ما يبرزوا في المجال ده أو ما يمشوا في المجال ده كتير، لأنه أنت بكل بساطة أنت بتبذل مجهود وبتبذل أفورت كبير جدا، تجي في الآخر المسألة ما في أي كوبي رايتس لحاجتك اللي أنت بتعملها وكده، تتداول. وممكن واحدة من الناس اللي يجي يعني المسألة يعني تخلي في تجارب مريرة جدا في المجال ده في الحكاية دي. الحاجة الأخيرة والله تقريبا نسيتها، لكن anyhow أنا من خلال خبرتي العشرين سنة حسيت في الآخر بعد شغلي في المؤسسة دي إنه أنا وصلت لمرحلة إنه أنا ما حستفيد ولا حقدم حاجة للمؤسسة دي أكتر من كده. فاتجهت لإنه حاولت أشتغل بعد 20 سنة، أنا كنت موظف وكده، حاولت أشتغل في السوق. برضو السوق لقيت الفرص شوية بتكون أنت بعمرك دي وكده بتلقى إشكالات في إنك أنت يعني تكسب زباين وكده، والسوق عنده مداخل وعنده الكاستمرز بتاعينه وكده. فياريت أنا بطلب، يعني أنا قدمت في كذا من الوظائف في قطر، يعني برضو لو أخوان يقدروا يساعدونا في إنه أنا ممكن أرسل السي في بتاعتي وأشوف أنا ممكن ليعتمد أنا ممكن أقبل يعني في الوظائف في قطر. وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا أستاذ سليمان. دي حاجة برضو كانت تكلم عنها دكتور أحمد، إنه الهيكل الوظيفي بتاع وزارة المعلومات والوزارات بيكون دائما مندرج تحت مركز المعلومات، مش كده دكتور أحمد؟ لو بس تقدر تورينا الحتة تضيع على سريع كده. نعم، طبعا هنا في السودان الشغل بتاع الاي تي كله هو مندرج تحت المركز القومي للمعلومات، وحسب الهيكل المعمول في الدولة إنه مفروض يكون في كل وزارة أو في كل جسم في الدولة في مركز معلومات. فالمركز معلومات ده بيعانوا منه الشباب، زي ما قلت بعض الناس اللي بتتخرج بيشيلوا شهادة خبرة من مركز المعلومات، فبيظن الناس برا بيظنوا انه زول اشتغل في داتا سنتر، يعني خبرته كلها في داتا سنتر وتعامله مع سيرفرات فقط، ما اشتغل اي حاجة تانية، وقاعد تسبب للناس اشكالية. حتى كثير جدا يعني قابلوني في الامارات وكده، هم عندهم خبرة في المجال الحكومي لكن ماخذينها بمسمى الداتا سنتر، فمسمى صراحه مقيد
وللمجال بصورة عامة حصروا فقط في الداتا سنتر أو مركز المعلومات. النقطة الثالثة بس ذكرتها يا دكتور لو ديتني فرصة أتكلم عنها. قبل أنتوا تكلمتوا بتوازي على الجزء البراكتيشنال والأكاديميكال. أنا في تقديري إنه يعني في بعض الشركات الكبيرة مثلا زي هواوي أنت بتشتغل في الأول كتكنيكال سبورت بعدك تمشي في الآر إن دي. فأنا في تقديري إنهم هم بيكملوا بعض يعني الزول عشان يصل مرحلة الأكاديمي لابد إنه يكون عنده فترة في المجال التكنيكال أو البروفيشنال بصورة أساسية في الأول، على الأقل بيكون عنده بيز كويس خالص جدا من ناحية نظرية ومن ناحية تطبيقية. بعد ذاك بتبرز له بعض الإيشوز والتشالنجز أثناء شغله، فهو بتكون هي زي فرص في انه هو يقدر يشتغل في الـ في الـ في الريسيرش وكده. ان شاء الله تكون وضحت النقطه دي. واضحه تمام. ناخذ مداخله من عمر. شكرا جزيلا لك يا استاذ سليمان عمر، وبعدين في ايات دي اخر مداخله انا ان شاء الله في الجلسه دي. عمر تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. في الاول تحيه لكل الاساتذه وكل الاودينس. انا عايز اتكلم بس في نقطتين. النقطه الاولى سبحان الله برضو سال منها باشمهندس محمد الامين اللي هي موضوع البراكتيكال بتاع الداتا سنتر مثلا، لانه في النهايه في كورسات وكده، لكن في النهايه الناس مرات في حاجات ممكن تروح عليها. يعني هسه مثلا كان اشتغلت في كم شركه وشغال سيساد من يعني، لكن في النهايه انا ما قاعد اضطر اني اقف قدام سيرفر مثلا، مرات بيكون في بي اس Virtual Private Server. فدي نقطة مهمة أنا تخليها لو يعني الأساتذة ما قصروا ونحن ذاتنا في حاجة بيدنا، لو الناس كتب يحسون شنو الناس تشوف حاجة عملية. يعني أبسط شيء الكونسول مثلا، الكونسول ده أنا حاجة ممكن أصلا ما أعرفه لو أنا وقفت لي قدام داتا سنتر، يعني إنه أنا أكون في السيرفر عن طريق شنو، عن طريق الكونسول مثلا. فدي النقطة الأولى. لكن دكتوران ورداته كان يتكلم عن التول بتاع التست أوت، تخليه ممكن تكون فيها حل للمشكلة دي. النقطة الثانية دارت أتكلم عنها اللي هي حاجات أنا تخليه لازم تتغير. فمثلا كنت دا امتحن الريتاد بخصوص المراكز الامتحانات اللي هنا اثناء البانديميك وكده، كان في الامتحان الريموت ده هم كانوا موفرينه. فالسودان طبعا اوريدي نوت ليستد، فانا كان كونتاكتد معهم يعني ثرو الايميل انه يا اخي دي الليسته بتاعت الدول الراعيه للارهاب ونحن برا وكده وابديت وكده وكلام زي ده. فالحاجه اللي كانت فصلت الموضوع انه لسه في العقوبات بتاعت وزاره الخزانه الامريكيه، فالحاجه دي تخليها يعني حاجه هي موضوع يعني الكونسيكونس بتاعها كبير شديد حتى لو الناس ما ملاحظه له، لكن في تكنولوجيز كميه اوريدي شركات الاي تي كلها ما مستخدمها. يعني ابسط شيء مثلا مايكرو سيرفيس اللي هي الحاجه المهمه فيها شغل الكونتينرز ده، الدوكر ده اللي الريجستري بتاعه ذاته لما تعمل له كول بيقول لك 403 فوربيدن. يعني الناس الصغيره زينا دي ممكن يجربوا براهم، لكن الشركات ما ممكن تستخدم حاجه دي كموضوع ليجل يعني. فتخلي دي حاجات مفروض يعني لو في ناس مثلا عندها علاقه بالنقابات او مبادره الباحثين السودانيين ذات لو عندها سلطه نقابيه او دور نقابي تخلي دي بس حاجه مهمه، لانه مؤخره الشركات مؤخره السيساد من السوداني اللي هو بهمنا. يعني السيساد من السوداني طبيعه الشغل ليوم الليله ممكن يكون ما سمع بكونتينر، ما سمع بمايكرو سيرفيس، ما سمع بحاجه، في حين انه العالم برا ماشي يعني في حياه سريعه شديد. زايدين حاجات بتحل مشكله. فبس دي النقطتين انا كنت اتكلم عنهم. شكرا لك يا باشمهندس عمر، صراحه يعني ده تو ذا بوينت. ان احنا اول طبعا ان الكور ليدر بتاع جوجل فور ديكيتر السودان اول امبارح كان عندنا يعني جلسه كده، والجلسه لما الناس مشت تسجل لها لقيت انه السودان ما ليستد في الدول بتاعت جوجل فور ديكيترز. ونحن ناس فاعلين جدا في المجتمع بتاع جوجل فور ديكيترز. يعني في اللغه العربيه مثلا في 3 فيديوهات تعليميات، أنا إحنا دكتورة شاهيناز وشخصي عملنا منهم 2 بس من جوجل فور ديكيتر السودان. قلناهم كيف يا إخوان إحنا أكثر ناس مساهمين في الكوميونتي وأقل الناس ما الناس ما بيستفيدوا من الخدمات. دقينا جرس وكده وأسس جوجل في باك أند فورس على أساس نرفع الموضوع ده. فعمر عارف لو تواصل معاي، هذه واحدة من الحاجات اللي عندي فيها انترست اللي هو رفع العقوبات بصورة كاملة على السودان وإتاحة الأكسس للناس هناك. شايف آيات عمر دي كانت رافعة يدها وكل أسف طلعت من الجلسة وأسجلت راجع تاني. فحندي فرصة للأستاذ علاء الدين عبد الوهاب
في عجاله كده لو ايات جات راجعه نسمع منها. انا ما سمعنا صوت كان ذاك يا اخوانا بالمناسبه، وانا صوت ديكير للديكير دي مشكله. فاستاذ علاء الدين اتفضل. انور والدور شكرا لللايف الجميل ده. لكن انا عندي استفسار اللي هو شنو؟ انتم كانكم دارين تصنعوا من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. السبب شنو؟ انا قاصد يا دكتور انور، الاساس هو الطالب بتاع الجامعه. احنا اذا عارفين انه عندنا 120 كليه خاصه و80 جامعه حكوميه، يعني لو انا تكلمت عن الجامعات الخاصه ال 120 طلعت لك بس 20 جامعه كويسه، يبقى ال 100 الثانيين اول حاجه في نقص في الاساتذه نتيجه لهجره الدكاتره، تجد الاساتذه مشغولين باشياء كثيره، لذلك الزول ما بيحدث المقرر بتاعه والمنهج بتاعه لمده 10 سنه. نمره 3 اللابات والمعامل والتقنيه والاشياء الثانيه غير موفر. يعني دائما احنا بنطالب في الكليات الخاصه يكون في الشؤون العلميه دكتور بتاع علوم حاسوب بتاع تقنيه بتاعت معلومات وغيره، عشان هو يساهم ويضغط على الاداره بتوفير الهاردوير والمعامل الجيده وغيرها. يعني انت كنت محاضر في كم جامعه خاصه عارف الحاصل. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا الكلام هنا ده ما بينتهي يا استاذ علاء الدين. انا عملت يعني زي دراسه كده سريعه كان ايام انا في واحده من الجامعات الخاصه في السودان عن الزمن المتاح لكل طالب بتاع تقنيه معلومات في اللابراتوري. لقيت انه الزمن ده 5 دقائق، يعني الطالب ده دافع قروش للجامعه وبتاعه هنا عشان في النهايه توفر له الجامعه 5 دقائق في اليوم انه يكون قاعد في اللاب. فدي ما 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 بتطلع لك زول. يعني طبعا ده بجانب الجامعه، من جانب الطالب ما في زول في اللاب، يعني اللي بيقعد هو حفارين نفرين ثلاثه، الباقي ما بيقعد يعني ذاتهم. فناخذ اخر مداخله من سميه تفضلي، او ساميه. ساميه الحقيقه تفضلي. السلام عليكم. ساميه محمد علي، مدربه بتاعت رخصه دوليه باكاديميه السودانيه. أنا طبعاً قبل عملت زي شير بتاع إنه أنا أصلاً التخصص بتاعي اقتصاد زراعي، ففي سوق العمل ما لقيت وظيفة، فقمت عملت دبلومة في الحاسوب وصعدت للآي سي دي إل وبقيت مدرب بتاع آي سي دي إل وأخذت كل الحزمة حتى الأدفانس أبليكيشنز بتاعت الآي سي دي إل. فلما أجي أدرب الطلاب بتفاجئ انهم بيكونوا بتاعين اي تي لكن لا علاقه لهم بالتعامل مع تطبيقات الحاسوب. وده الكلام اللي هسه في احد المشاركين بانه المعامل ما بتتيح لدارسي الاي تي التعامل في اللابات، بالذات انا في اسكول دربته ولقيت المعامل او اللابات قديمه جدا، هي الحواسيب القديمه بتتعامل بنظام الاكس بي. حتى الويندوز لما نجيب قلت لهم انا هحط على اللابات دي فيها اجهزه كثيره، المفروض يحدث النظام بتاع على ويندوز 16 او نظام الاوفيس 16 برضه، لكن ما للاسف بيقول لا زالوا يعني بدهم العمل ده كحاجه تكميليه. فبيجي الطالب بعدينك حتى البحث ما يستطيع يتعامل معه، ما يتعامل مع المراسله للدكتور بتاعه او يتعامل مع الرفع في درايف جوجل، دي كلها حاجات المفروض الطالب يتمكن منها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا برضه ننبه انه بعض المرات يكون كسل من بتاع الاي تي، بس الاي تي مانجر في الجامعه يفترض يعمل ابديت للسوفت وير وما بيعملها، بس ببساطه يعني الكلام ده برضه شفته قبل كده في واحده من الجامعات. مداخله اخيره لايات وبعدها حنختم يا اخواننا. ايات تفضلي. عاملي ام ميوت، عاملي ام ميوت من عندك. آيات. طيب يا اخوان بما انه آيات ما موجوده احنا هنختم، ونختم بالشكر يا اخواننا ل السلام عليكم. اتفضلي. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضلي. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. السلام عليكم. هاي تفضلي سامعينك يا تفضلي. مرحبا دكتور أنور، الدكاترة الأجلاء، لكم الشكر والتقدير على الصوت واضح عشان شكله فيه عندي تمام. شكرا جزيلا دكتور أنور على الورشة، حقيقة استفدنا منها، هي ورشة قيمة جدا. شكرا للدكاترة الأجلاء. بصورة سريعة كده أنا هعرض لكم المشاكل، هي أصبحت مشكلة بتاعت فئة كبيرة جدا اللي بيتخرجوا، الأعداد اللي بيتخرج من كليات الحاسوب
بمختلف تخصصاتها أعداد هائلة، أنا بقدر أحكم على أنها هائلة فعليا. هم بتخرجوا بيمشوا الشركات الخاصة، شركات أغلبها خاصة، هي طالما أنها خاصة أنا ما عندي شغلة في أنه أنا أقعد أدرب ناس ودير لي ناس جاهزين، ناس عندهم experience. تمام؟ بيحصل شنو؟ بيحصل أنه الخريجين ليلة بقوم بحسوا أنه الزمن بقى يضيع، بقوم بيمشوا يعمل ماجستير. ليه؟ لأنه الكوست بتاع أنه أنا أعمل لي شهادة أو شهادتين أو ثلاثة، إحنا عندنا هنا في السودان ممكن تكون بنفس بيحسبوا حسابات أنه إحنا نفس الكوست اللي بيخلينا أعمل ماجستير. طيب أنا أقوم أعمل ماجستير، بيعملوا ماجستير بيخلصوا من الماجستير بيرجعوا للشركات، في الشركة ما محتاجة للأسف ماجستير مطلقا، والجامعات تكاد تكون مكتفية من الدكاترة أو يعني ضغطة في عدد بتاع دكاترة معين أو محاضرين معينين، ما عندها فرص بتاع التوظيف. بيحصل شنو؟ بيحصل انه يرجعوا مره ثانيه يسكوا الدرب بتاع انه يفتشوا الكورسات والتدريب والشركات الخاصه وا 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 وا، بيكون عندهم قاعده بتاعت بيانات بتاعت معارف كويسه بيستغلوها في الحته دي. بيحصل شنو؟ بيحصل العمر بيتقدم، زي ما ذكروا الدكاتره انه في بعض الوظائف عندها ليميت معين بتاع عمر، بتاع عمر يعني، بعد ذاك بيقوموا بيعملوا شنو؟ فبواصلوا بيعملوا بي اتش دي مرغمين لابطال. فده اللي بيحصل. الحاجة دي هي بقت مشكلة يعني الدكاترة الأجلاء أنتوا بمقاماتكم السامية، ممكن تكون مشكلة بتاعت فجوة. أنا حالياً عندي بيت شديد بعمل فيها، إنه هي بدرس الفجوة بين الأواسط الأكاديمية وسوق العمل في قطاع هندسة البرمجات تحديداً. يعني ده قاعد يكون القطاع ده نحن هنا في السودان حتى ما الشركات ما شغالة به كثير كويس. فالحاجة دي ممكن تكون مشكلة بتاعت إنه الدكاترة أنتوا حضراتكم نشوف المناهج نفسها فيها شنو، المناهج اللي بتطلع لنا الناس اللي بيكونوا عندهم سيناريو واحد متكرر، وحتى لما يتأهلوا بيحصل شنو في النهاية؟ يا يعني إما واصلوا بيت شدي وبقينا محاضرين وبندي محاضرات وبنناقش في نفس المشاكل دي وحصلنا نفسنا في حتة معينة، أو بيحصل شنو؟ بيحصل شيفت كارير. تمام؟ نشوف المناهج نفسها زي ما تفضلت يا دكتور. ممكن نشوف انتم بعلاقاتكم مع الناس اللي بتوضع المناهج مع الجامعات مع الكليات لحد ما انه الحاجه دي ما تتحل كليا او تتحل الى حد ما، او ممكن نحاول نعمل جمعيه او حاجه بحيث انه نعمل صنعه في السودان للسوفت وير. احنا يكون عندنا مثلا زي مقر اكاديميه اي حاجه نسميها، انه الناس دي تجي تدخل تطلع إنها ناس بروفيشنال، نحاول نجيب مثلا أنظمة من برا نشتغل لأنه نوازن العملة بتاعت السودان الواقع المشاكل الاقتصادية دي، يكون عندنا مشاريع من برا شغالين هنا شباب يشتغلها عادي ويكون موازنين الحاجة دي. ممكن نقدر نخش السوق ونعمل صنع في السودان ولو في حاجة أو قطاع معين. فدي مداخلة بعد إذنكم ممكن أنا يعني أحتاج أن أتواصل معاكم تساعدوني في الدراسة بتاعت البيت شدي حقتي، لأنه الموضوع ده لقيته كبير شديد وكده قد أحتاج لها مساعدكم يعني. تمام، شكرا جزيلا، إن شاء الله ربنا يوفقك في دراسة دار. أتذكر بأنه في حاجة اسمها مركز البرمجيات التابع للمركز القومي للمعلومات، ممكن تشوفيه. في مبادرة كانت بتاعت أخونا الدكتور طارق أحمد خالد، مبادرة للبرمجيات تطوير البرمجيات في السودان، وفي عدد كبير جدا من المبادرات. كان عندنا احنا في سنة 2002 حاجة اسمها جمعية المطورين السودانيين وغيره، لكن كلها بتموت كان لنفس الأسباب تقريبا، اللي هي الحظر الاقتصادي وعدم توفر سوق حقيقي لتقنية المعلومات والاتصالات، والسوق الديماند بتاع السوق هو اللي بيخلق الكومبتنسيز. وآسيا احنا مع الانفتاح الجديد بعد العقوبات توقع انه في شركات هتجي من برا، و لو بقى المفاوض الحكومي بتاعنا يعني شيفته عضلاته كبيرة ممكن يجبر انه يكون في نسبة بتاعت ناس لازم يشتغلوا من السودان، بالتالي يتدربوا ويحتكوا بخبرات خارجية ويكون عندهم مهارات افضل. وان شاء الله كمان برضو طيور المهاجرة تساعد، يعني الناس يساعدوا الناس الموجودين في السودان، والناس اللي في السودان العارفين برضو يساعدوا، لانه يكون فيري بيزي ومبورد الناس التانيين باسباب مختلفة. فاخواننا في ختام الورشة دي دايما نشكركم جميعا، نشكر الورشة دي أخوانا، كان دي ورشة بتاعت جمعية محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السودانيين في قطر، يعني دي بتاعتهم. محمد الخادم ده هو سكة الناس الله يجزيه خير على أساس إنه الورشة تبقى، وكانت على منصة الباحثين السودانيين، فمجموعة الباحثين السودانيين دي الورشة كانت خارطة الطريق الخليجي وشاغلي وظائف نظام المعلومات والاتصالات
نشكر كل الزملاء والزميلات اللي شاركوا فيها، دكتور احمد عبد العزيز مستشار الشبكات المفتوحه من السودان، مهندس ابو حسين حمد مستشار دار تقنيه المعلومات من امريكا، مهندس مصطفى جعفر مستشار المعلومات من قطر، المهندس احمد الخير مستشار تطوير النظم من قطر، ومهندس محمود الخاتم مستشار النظم الامنيه من قطر. شكركم جزيلا، ان شاء الله نلاقيكم في جلسه ثانيه من جلسات مجموعه الباحثين السودانيين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.